بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كل الزملاء والعاملين في مركز أورام دمنهور، برحب بحضراتكم جميعا المنصة الكريمة، أساتذتنا الأفاضل وزملاء الأعزاء، أستاذنا الدكتور أحمد شكري، برحب بحضرتك. ويعني بنقول لك يعني مجهودك ووقتك وكله يعني مش هيجازيك عليه غير ربنا سبحانه وتعالى. والنهارده احنا بدايه يعني في الورك شوب او تواصلا لسلسله الورك شوب اللي احنا بنعملها في المركز بغرض التعليم والتواصل ونقل الخبرات. احنا النهارده ان شاء الله على مدار اليومين خميس وجمعه عندنا ورك شوب لابروسكوبيك اندوسكوبيك اوسفاجو جاستروسكوبيك تكنيكس ما بين الاندوسكوبي واللابروسكوبي. نرجو ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون يومين موفقين نتعلم فيهم شيء جديد يعود بالنفع علينا جميعا. احنا متاخرين شويه نص ساعه، كنا عايزين نعمل برزنتيشن صغير كده عن المركز والحاجات الجديده اللي احنا يعني عملناها، ولكن عشان الوقت ويبقى فيه استفاده فاحنا هندخل على طول في السيشن الاولانيه. المنصه الكريمه بقى تتولى. شكرا لحضراتكم وان شاء الله يكون يومين موفقين ان شاء الله. شكرا. احمد الدكتور احمد جويلي بعنوان New Adjuvant Therapy for Advanced Non-Metastatic Carcinoma of the Esophagus Stomach. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يشرفني وجودي بين حضراتكم النهارده، يعني انا بجد متشرف جدا يعني، وربنا ما يحرمناش من القعده الحلوه بتاعتكم دي والاساتذتنا بتوع الجراحه المحترمين، وشكرا على الدعوه الكريمه اني اقول التوك دي من اخويا استاذ دكتور رجب ودكتور ايمن ابو شميله، فانا متشكر جدا ليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. My talk today about new adjuvant treatment strategies for resectable proximal gastric esophageal gastroesophageal junction and distal esophageal cancer.
الفايف يير سرفايفل اوف ريسكتبل بروكسيمال جاستريك اند جاستر اوسوفيجيال جانكشن اند ديسل اوسوفيجاس كانسر از اباوت 20%. ده للاسف يعني الريزلت بتاعته فيري ديسابوينتنج. ده 20% بالجراحه فقط. عشان كده النيو ادجفنت اند اور بيري اوبرتيف ثيرابي هاز ايمرجد از ا تريتمنت تول تو امبروف ريسكتبيليتي لوكال ريجنال كنترول از ويل از ذا اوفر اول سرفايفل. فاحنا بنحاول اللي هي البور بروجنوز دوت بور سرفايفل 20% اونلي بنحاول نحسنه عن طريق الاديشن اوف نيو ادجفنت ثيرابي للعيانين بتوع كانسر اسوفجس. ريجاردنج مانجمنت تريتمنت ريكومنديشن ديفر بيسد اون، طبعا احنا عارفين الكانسر اسوفجس فيه تو هيستولوجيكال تايبس سكويمس اند ادينوكارسينوما، كل واحد له طريقه علاج. ثاني حاجه اللوكيشن اوف ذا تيومر از فيري امبورتنت سواء ابر اور لور اسوفجس او جاسترو اسوفجيال جانكشن. Carcinoma in situ to T1A may be managed by endoscopic resection or esophagectomy, while endoscopic resection of T1B disease is controversial. وطبعا ده كلام للسادة الجراحين هيشرحوا لنا كويس. T2 to T4A disease is treated with new adjuvant therapy. يعني من T2 ل T4 يعتبر even هو لسه التيومر مش advanced لكن بيعتبر locally advanced even حتى T2 في الاسوفيجاس بالذات. ايزر بري اوبرتيف كيمو راديشن، بمعنى ان احنا قبل الجراحه بندي كيمو بالاضافه للراديشن اللي هو بنسموه بري اوبرتيف كيمو راديشن، اور بري اوبرتيف كيمو ثيرابي، بمعنى ان احنا ندي قبل الجراحه كيمو ثيرابي وبعد الجراحه كيمو ثيرابي، اور بري اوبرتيف كيمو ثيرابي بس، يعني ندي قبل الجراحه كيمو ثيرابي بس. ريجاردنج سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا ديستال اوسوفجاس اند جاسترو اوسوفجال جانكشن، ميني ترايل كتير قوي، والكلام ده ابتدى من الثمانينات و لغايه من حوالي سنتين كان اخر ترايل، وفي ميني ترايل. الترايل دي كتيره قوي كلها كومبيرنج النيو ادجفنت تكنيك سواء بري اوبرتيف او كيمو راديو ثيرابي، بيقارنوها بالسيرجري فقط. السمري للترايل دي قالت لنا موست ترايل شود بيتر لوكال كنترول از ويل از اوفر او سرفايفل ان فيفر اوف كومبايند موتاليتي، يعني ان فيفر اوف سيرجري الون. Despite a reduction in the local regional relapse and increase في odds ratio of pathological complete response تقريبا ثلاث مرات أكتر من الجراحة بس، chemo radiotherapy was not associated with significant improvement في overall survival لو قارناه بالكيمو ثيرابي بس. يعني الاثنين لهم نفس الإفكت في الكنترول، لكن الأوفر سيرفايفل ما كانش فرق كتير بالنسبة للكيمو radiotherapy عن الكيمو ثيرابي. طيب ده probably due to better control في locational disease. disease free survival أحسن كان مع الراديوثيرابي combined مع الكيموثيرابي. both chemo radiotherapy and chemotherapy associated with similar survival rates when preceded surgery in gastroesophageal junction or distal esophageal adenocarcinoma. despite chemo radiotherapy shows higher pathological complete response better local regional control than chemotherapy alone, it is not associated with improved survival nor reduce the distant metastasis. Patient preference, medical condition, disease characteristics, uncertainty about R0 section, ده بتخلينا نمشي أكتر ناحية الراديو كيموثيرابي، لأن الراديو كيموثيرابي بيدينا better R0 results. And related toxicity should be considered when defining treatment plan. New adjuvant chemo radiotherapy is currently recommended following the publication of cross study where it compared to surgery alone and medically fit patient, it ameliorated overall survival, disease-free survival in both histological subtypes, either squamous or adeno type. ودي التريتمنت الجوريزم في حالات الكانسر اوسوفجس. احنا بنعمل ايه في الايرلي ديزيز تي 1؟ طبعا ده جراحه بس ما فيش نيو ادجفان، لكن ابتداء من تي 2 لغايه تي 4 ولينف نود بوزيتيف احنا بنعمل كومبايند موداليتي. الكومبايند موداليتي دي ايزر كيمو ثيرابي اور كيمو راديو ثيرابي فولود باي سيرجري، ده اللي هو تراي موداليتي. لو مسكنا سكويمس سيل كارسينوما، طبعا احنا الاثنين مختلفين سكويمس عن الادينو. السكويمس احنا بندي نيو ادجفنت كيمو راديو ثيرابي، السكويمس دايما مرتبطه بالراديو ثيرابي لان الريزلت بتاعت السكويمس احسن في الراديو ثيرابي، بتريسبوند اكتر من الادنوكارسينوما الراديو ثيرابي. عشان كده وات ايفر في حال السكويمس لازم ندي معاها راديو ثيرابي بالاضافه للكيمو ثيرابي. بندي نيو ادجفنت كيمو راديو ثيرابي وبعد كده هو بعد ما يخلص العيان نعمل ريستيجنج عشان اكسكلود متاسز، لان احنا لو دخلنا على السيرجري وكان في متاسز نو بنفيت اوف سيرجري، فلازم نعمل ريستيجنج عشان اكسكلود المتاسز وبعد كده بنعمل ريسكشن او الجراحه بتاعتنا وبعد كده بادي ادجفنت تريتمنت.
وممكن ادي لانظر تول ان احنا ادي ديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي، ما معنى ان انا ما فيش جراحه خالص معانا الا في حاله واحده بس، لو في ريكارنس بعمل سالفيج ريسكشن، والحالات ديت بنعملها يعني حاجات معدوده ان احنا ادي ديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي في حاله لو العيان ريفيوز السيرجري اول حاجه، لو السيرجري كانت هتبقى ميتيوليتنج، السيرجري كبيره ممكن يبقى فيه موربيديتي عاليه، وخصوصا في الابر اوسوفجاس لو هضطر اشيل اللارنكس معايا. فالابر اوسوفجاس عاده ما بعملش جراحه وبلجا للديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي، بعمل جراحه فقط في حالات الريلابس، فبعمل سالفيج ريسكشن. لو جينا للادنو كارسينوما والجاسترو اوسوفجيال جانكشن كارسينوما اللي عاده بتبقى ادنو كارسينوما، ندي ايزر نيو ادجفنت كيمو ثيرابي او نيو ادجفنت كيمو راديو ثيرابي. لو مسكنا نيو ادجفنت كيمو ثيرابي بدي فلوت ريجيمين، بعد كده اعمل ريستيجنج بعد ما ادي كيمو ثيرابي عشان اكسكلوجن للمتاسز قبل ما اخش جراحه، ما فيش متاسز بخش بعمل الجراحه وبعد كده ادجفنت كيمو ثيرابي ثاني. في او بدي كيمو راديو ثيرابي برضو بعمل ريستيجنج بعديها وبخش على الجراحه وبعد كده بادي ادجفنت بعد الجراحه. السكويمس والادينو هل هما ديفرنت باسويز في تريتمنت؟ تريتمنت بارادجم فور اسوفجيال سكويمس كارسينوما فيرسس اسوفجيال ادينو كارسينوما هاف بين تيكن ديفرنت باسويز دي تو ذا ريزلت اوف راندومايز فيس 3 ترايل في التو تايبس، واللي قالت لنا ان السكويمس ريسبوند اكتر للراديو ثيرابي، عشان كده الراديو ثيرابي لازم يبقى في حالات السكويمس موجود معانا. لو مسكنا الاسوفجيال سكويمس كارسينوما بيزد اون ريزلت اوف كيمو راديو ثيرابي فور اسوفجيال كانسر فولود باي سيرجري ستادي، اللي هي كروس ستادي، دي الاستادي مهمه جدا. بري اوبرتيف كيمو راديو ثيرابي كان بي ريكومندد از ا ستاندرد اوف كير فور سكويمس كارسينوما اوف اسوفجاس، ويكلي كاربوبلاتين اند باكليتاكسل، والريجيمين دوت التوكسيستي بتاعته مش عاليه، عشان كده بفضله معايا مع الراديو ثيرابي كومباينوز راديشن، والدوز بتاعتنا اباوت 40 جراي في حوالي 23 فراكشن او 23 يوم، فولد باي اوسوفاجيكتومي شود امبروفد سيرفايفل كومبيرد سيرجري الون، تقريبا ضعف السيرفايفل في خمس سنين، هنا حوالي 50% فيرسس حوالي 24% في الحالات اللي هي بتعمل جراحه بس ما بتاخدش نيو ادجفنت كيمو راديو ثيرابي. التوكسيستي تريتمنت ريليت توكسيستي ووز اكسبتبل اند ذير ووز نو انكريز في السيرجيكال موربيديتي اند مورتاليتي. In particular, 5-year overall survival بتوصل حوالي أكثر من 60% في السكويمس كارسينوما in tri-modality. لازم نفكر في الكلمة دي كويس قوي، tri-modality بمعنى أدي كيمو بدي راديو وبعد كده بعمل جراحة، وsubstantially higher than those previously reported studies of surgery alone or definitive chemotherapy. يعني الكومباين tri-modality أحسن ما أعمل جراحة بس أو ما أعمل definitive chemotherapy بس. طيب نيجي بقى للديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي، يعني مش هعمل جراحه. Because of the high response rate of esophageal squamous cell carcinoma to chemoradiotherapy, alternative curative intent treatment is definitive chemoradiotherapy with the option of salvage esophagectomy in selected cases. يعني بدي العلاج بتاعي وما اعملش جراحه، بعمل فولو اب بس العينين دول، لو حصل لابس بخش على السيرجري. وزي ما قلنا الحالات دي مش كتير، الحالات لو العيان كان نوت ريس سيرجري ميديكال انفيت، او العيان رافض الجراحه، او لو الجراحه بتاعتنا هتبقى جراحه كبيره قوي خصوصا في الابر اسوفجا بشيل اللارنكس، فبالتالي الاحسن الجا للديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي، ولو حصل ريلابس بعمل سالفيج سيرجري. This treatment was pioneered in the phase 3 study radiation therapy oncology group RTOG study in the early من اول التسعينات، ابتدت الايرا اوف ديفينيتيف كيمو راديو ثيرابي using combination of cisplatin فلوراسيل with radiotherapy. Patient with esophageal squamous carcinoma or adenocarcinoma who are unable or unwilling to undergo surgery, chemoradiotherapy is recommended for cervically localized tumor where surgery would entail laryngectomy. التكنيك بتاعنا التراديشنال ستاندرد ريجيمين فور ديفينيتيف كيموثيرابي از فور سايكل اوف سيسبلاتين فلوراسيل اور كابيسيتابين كومبايند ويز راديوثيرابي دو ا دوز اوف 50.4 جراي ان 28 فراكشن، يعني حوالي خمس اسابيع او ست اسابيع. ويكلي كاربوبلاتين باكليتاكسل از يوزد ان كروس ريجيمين هاز بين كومبايند ويز راديوثيرابي از ا ديفينيتيف تريتمنت. ده الاحسن، توكسيستي بتاعتنا بتبقى اقل كتير في الريجيمين دوت ديو تو اتس فيفربل توكسيستي بروفايل. راديوثيرابي شود بي ديليفرد يوزنج 3 دي كونفورمال، مش اي جهاز، الاحسن طبعا او المفروض يبقى 3 دي كونفورمال راديوثيرابي. والحاجات الجديده اللي هي اي ام ار تي والفوليومتريك ارك ثيرابي بريفيرد تو بيتر مينيمايز ذا راديشن دوز اند توكسيستي تو كريتيكال نورمال تيشوز.
الدوز بتاعتنا بتاعت الريدوثيرابي راندومايز فيس 3 ترايل ايفالويتنج ريدوثيرابي دوز اسكاليشن هاف نوت ديمونستريتد امبروفد لوكال كنترول اور سيرفايفل ويز ريدوثيرابي اباف 50.4. ذيس اوف امبورتنس ليه؟ لان احنا لو هنعمل سالفج اوسفيكتومي كونسيدرد از سيرفيتيك استراتيجي في العينين دول، لو هعمل كده الدوز اللي اكتر من كده هتعمل لنا مشاكل في الجراحه، هتعمل لنا بوست اوبرتيف مورتاليتي وموربيديتي. فعشان كده مفيش فايده اكتر من 50، وفي نفس الوقت لو اديت اكتر هيبقى في مشكله بعد كده في السالفج اوسفيكتومي لو العيان خد دوز اكتر من كده. ان كيس اوف كومبليت ريسبونس تو ديفينيتيف كيموثيرابي بعد كده بعمل 3 مانس فولو اب، بعمل فولو اب العيان اندوسكوبي بايوبسي سي تي، لازم اعمل العيان دول كل 3 شهور الفولو اب عشان لو لقينا ريلابس لازم اخش جراحه على طول واعمل سالفج وسفاجيكتومي. زير فور بري اوبرتيف كيموراديوثيرابي فولو باي سيرجري اور ديفينيتيف كيموراديوثيرابي ويز كلوز سيرفيلانس اند سالفج سيرجري فور لوكال تيومر ريزيستنت اور بروجريشن كان بي كونسيدرد ذا ريكومندد ديفينيتيف تريتمنت فور لوكال ادفانسد سكويماس كارسينوما اوف ذا اوسوفيجاس. لو اتكلمنا على الادينو كارسينوما بيزد اون ذا ريزلت برضه كروس ستادي كانت الاثنين سكويماس والادينو، البري اوبرتيف كيموراديوثيرابي كان بي ريكومندد از ا ستاندرد اوف كير فور لوكالي ادفانسد ادينو كارسينوما اوف اوسوفجاس اند اوسوفاجو جاستريك جانكشن، بمعنى ان احنا برضه بندي ريزوثيرابي ودي احسن في لوكال كنترول في الادينو لكن ما بتزودش سرفايفل. فالادينو مينلي كيموثيرابي لكن كلوكال كنترول بستخدم كيمو ريديوثيرابي. في حاجه تانية استراتيجي تانية لا بيري اوبرتيف كيموثيرابي في الادينو كارسينوما بس، بمعنى ما اديش ريديوثيرابي بدي كيموثيرابي قبل الجراحه وبعد الجراحه بيسموه بيري اوبرتيف يعني حوالين الجراحه. البنفيت اوف بيري اوبرتيف كيموثيرابي ووز انيشالي ديمونستريتد في 3 ماجيك ستادي ويوزنج ريجيمين اوف بري اوبرتيف اند 3 بوست اوبرتيف سايكل اوف ايبروبسين سبلاتين اند فلوراسيل which resulted in tumor downstaging, improved R0 resection rate, and improved survival compared with surgery alone. Pre-operative chemotherapy phase 3 study AUO trial compared pre-operative chemotherapy ECF with 4 pre-operative and 4 post-operative cycle of fluorouracil leucovorin oxaliplatin float. فالرجمن دوت كان رجمن جديد بس المشكلة فيه توكسيستي بتاعته عالية الفلوت، لكن كان فيه اوفر اول سيرفايفل بينيفيت ريجاردنج الفلوت. فهو الفلوت دلوقتي يعتبر الستاندرد اوف كير ككيموثيرابي بشرط العيان كان توليريت ساتش رجمن. زير فور ذا بريفيرد بري اوبرتيف رجمن فور بيشنت ايبل تو توليريت ذيس تريتمنت از فلوت كيموثيرابي رجمن. طيب هل كان في دايركت كومباريزون بين الكيموثيرابي بس والكيمو ريديوثيرابي؟ في السنه اللي فاتت ريزلت فروم فيس 3 نيو ايجز ترايل كومبير تو ستاندرد ريجيمين ان ذا بري اوبرتيف سيتنج ذا انرولد بيشنت ريسيفينج ايزر بري اوبرتيف كيمو ريديوثيرابي اللي هي كروس ريجيمين اور بري اوبرتيف كيموثيرابي اللي هي ماجيك ترايل. البري ليمينري ريزلت شود هاير ريت اوف تيومر ريجريشن اند باثولوجيكال كومبليت ريسبونس مع الارم اللي خده كيمو ريديوثيرابي. No overall survival was observed between the two regimen. لكن اللوكال كنترول كان احسن. طيب بالنسبه للكومبليكيشن والتوكسيستي بتاعتنا اللي احنا بيكون السبب فيها قبل الجراحه، الاحسن طبعا عشان استخدم نيو اجفن لازم اعمل بيتر بيشنت سيلكشن، لازم عندي يكون فيت للكيموثيرابي ريجيمن قبل ما يخش جراحه. بري تريتمنت ريهابليتيشن تو اوبتمايز بيشنت فيسيولوجيكال ستيتس، طبعا العين بتاع الاسوفجاس لازم ياخد نيوتريشن كويس، لازم قبل ما يخش كيموثيرابي لازم كان توريت الكيموثيرابي لو هو كان نوت ما فيش في ديسفيجيا بعمله ستنت او ايفن حتى بعمله جاستروستومي عشان يبقى كان توريت ساتش ريجيمن. يوزنج ليست توكسيك نيو اجفن ريجيمن ذات مينتين بروجنوستيك بينيفيت، زي ما قلنا في ريجيمن كان العيان كان توريت وفي ريجيمن بتبقى توكسيك قوي. Good example of this is cross regimen which combine relatively low toxicity chemotherapy low paclitaxel and carboplatin with concurrent radiotherapy. Even after complete clinical tumor response to preoperative chemoradiotherapy or chemotherapy patient with resectable esophageal adenocarcinoma should proceed to surgery، بمعنى ان العين دول حتى لو حصل كومبليت ريسبونس لا لازم برضو اخش الجراحه، لان الداتا بتاعت الواتش اند ويت استراتيجي فولو كومبليت كلينيكال ريميشن ار كارنتلي ليميتد. طيب هل بعد العيان ما خلص النيو ادجمنت وخلص الجراحه هل العيان دوت ملوش حاجه؟ للاسف الماجورتي حوالي 90% من الناس دول ريلابس
اوكير وزين فيرست تو يير بيحصل اللبس العين، عشان كده العين الاسوفجس ده البروجنوز بتاعه ديزمال. افتر كومبليشن اوف لوكال ثيرابي، عشان كده في فيس 3 ترايل اللي هي تشيك ميت 577، دي الترايل دي مهمه جدا. الترايل دي كانت دخلت الاميونو ثيرابي كاجفن تريتمنت في العينين بعد ما يخلصوا الجراحه بتاعتهم، ولقت فرق كبير قوي بين اللي خدوا اميونو ثيرابي واللي ما خدوش. الفرق تقريبا كان ضعف، بمعنى الاستدي ديمونستريت سيجنيفيكانت امبروفمنت في ديزيز فري سيرفايفل، كان حوالي 22.4 مانس كومبيرتو 11 مانس، تقريبا اكتر من الضعف في الديزيز فري سيرفايفل. فده بيقول لنا مهم قوي الاميونو ثيرابي للعيانه اللي هم خلصوا نيو ادجفان ثم جراحه. بس للاسف طبعا احنا عارفين الاميونو ثيرابي very expensive. احنا طبعا قبل عاده ما بندي امينو ثيرابي بنعمل بي دي ال 1 تيستينج عشان نشوف العيان ده سنسيتيف او هيتريسبوند للامينو ثيرابي ولا لا، لكن في الحالات ديت ما كانش فيه تيست دوت فبنديه، وكل العيانين استفادوا من الامينو ثيرابي عشان كده ما عملناش بي دي ال 1 تيستينج، كان نوت ريكوايرد في الاستدي. طب الكلام الجديد بقى ان احنا ندي نيو ادجفنت امينو ثيرابي بالاضافه للكيمو ثيرابي، ودي الترايل دي كانت الشهر اللي فات، دي كانت ميتا اناليسيس. الترايل دي الميتا اناليسيس دي قالت لنا في ريسبونس ريت رهيب، باثولوجيكال كومبليت ريسبونس بيوصل حوالي 30% لما ازود الامينو ثيرابي بالاضافه للكيمو ثيرابي. مش كده وبس، العيانين كلهم تقريبا كان استفادوا، كان في لوكال كنترول عالي قوي ووصلوا ار زيرو ريسكشن، كل العيانين اللي دخلوا في الترايل اللي هم خدوا كومبايند اميونو مع كيمو ثيرابي. This study found that new adjuvant immunotherapy with chemotherapy had promising clinical and safety outcome for patients with resectable esophageal cancer. طيب دي ميتا اناليسيس بقى، يعني اخر حاجه اقولها انا يعني معلش زهقتكم بالنسبه للكلام الاورام بتاعنا. ميتا اناليسيس بتقول لنا يعني كانت السنه اللي فاتت لمت كل الاستاديز اللي فاتت تقول لنا انه احسن ادي كيمو راديوثيرابي ادي كيمو ثيرابي. السمري بوينت في الميتا اناليسيس دي قالت لنا 5 randomized trial and 15 retrospective studies were enrolled which include حوالي 2000 عيان خدوا نيو ادجفنت كيمو ثيرابي وحوالي 2500 عيان خدوا نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي. نيو ادجفنت كيمو ثيرابي اند كيمو ريديوثيرابي ار بوث ستاندرد تريتمنت فور لوكال ادفانسد اسوفجيال كانسر، طبعا ده احسن لو العيان عمل جراحه بس. نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي بروفايدد هاير 3 يير سيرفايفل بنفيت، هنا لقوا في بنفيت ليه في الميتا اناليسيس دي اوفر او سيرفايفل، لكن 3 يير بس مش 5 يير. هاير ار زيرو ريسكشن اند باثولوجيكال كومبليت ريسبونس ريت اند لوور لوكال ريكارنس اند ديستنت ديث ريت كومبيرد للكيمو ثيرابي بس، بمعنى ان احنا الاحسن ندي نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي عن ان ادي كيمو ثيرابي بس قبل الجراحه، بات نو انكريس في ال 5 يير، في انكريس في سيرفايفل 3 يير لكن ما كانش فيه في ال 5 يير. بري اوبرتيف مورتاليتي اند كارديوفاسكولار كومبليكيشن وير مور كومن ان بيشنت ويز ادينو كارسينوما. نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي كود بروفايد 3 يير سيرفايفل ادفانتج تو نيو ادجفنت كيمو ثيرابي الون ويتش ووز مينلي ريفليكتد ان ذا سكويموس سيل تايب اند بيشنت ويز ستيج 4 كانسر. دول اكتر ناس استفادوا في السيرفايفل من الكيمو ريديوثيرابي. نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي مي بي ستاندرد بري اوبرتيف تريتمنت فور سكويموس كارسينوما ويريز نيو ادجفنت كيمو ثيرابي الون مي بي مور ابروبريت فور ادنوكارسينوما، عشان توكسيستي بتبقى اعلى في الادنوكارسينوما وفي نفس الوقت ما فيش سيرفايفل بنفيت عن في الادنوكارسينوما بالذات عن العينه اللي خد ريديوثيرابي مع الكيمو ثيرابي. نيو ادجفنت كيمو ريديوثيرابي مي اولسو بي ان اوبشن اوف بيشنت ويز ادنوكارسينوما اندر ذا كونديشن اوف ويل كنترولد بري اوبرتيف مورتاليتي اند كارديوفاسكولار كومبليكيشن. طب هنكمل بقى الكلام قلناه كله ان احنا مالتي ديسيبلينري اسيسمنت اند بلاننج بيفور اني تريتمنت از مانداتوري، وبصراحه ده الكلام اللي بيحصل في معهد الاورام ان احنا بناخد راي بعض كاورام وجراحه في اي حاجه مش اسوفجاس بس، في بريست وكولون والكلام ده هو المفروض يحصل اللي هو مالتي ام دي تي ابروتش. بري اند بري اوبرتيف كيمو ثيرابي اور كيمو ريديوثيرابي شود بي كونسيدرد ان اول بيشنت ويز لوكال ادفانسد ريسكتبل ديزيز. Locally advanced esophageal squamous cell carcinoma should be treated with chemo radiotherapy followed by surgery. Patient with squamous or adeno of the esophagus, including esophagogastric junction cancer, who have undergone new adjuvant chemo radiotherapy, show evidence of residual pathological disease in the resection specimen should receive nivolumab as adjuvant بعد الجراحه، بمعنى مش كل بديله امينو ثيرابي، العينين بس اللي كان فيه ريزيديوال ديزيز بعد جراحه، يعني ممكن عيان خد نيو ادجفنت عمل جراحه ما كانش فيه ريزيديوال ديزيز، فساعتها ما احتاجش الامينو ثيرابي ده كادجفنت. After complete clinical tumor response to preoperative chemotherapy or chemotherapy patient with resectable esophageal or esophagogastric junction cancer should
proceed to surgery as data of watch watch and wait strategy are limited. Definitive chemotherapy is recommended for patients with squamous cell carcinoma or adenocarcinoma of the esophagus that is unresectable, locally advanced, or those who are unable or unwilling to undergo surgery, especially in proximal esophagus. Care of patients with advanced esophageal cancer should include early palliative care, referral, and nutritional support. Shukran jazilan, shukran jazilan. Thank you, Dr. Ahmed. Any questions? بنشكر الدكتور احمد دي هو لمس حته مهمه جدا في لما بيوصل بالكيمو والراديو ثيرابي للار زيرو في الكانسر السوفاجس بالذات واحنا عارفين كانسر السوفاجس في الجراحه من الحاجات الرزق جدا حصل ديبيت هل انا اشيل او ما اشيلش هو حل الاشكاليه ديت يعني حتى ايفي لو وصل بالكيمو والراديو ثيرابي لازم عن الجراحه لان اختلفنا في الحاجه ديت كتير فعلا وبعد ما شيلنا برضو الكانسر الار زيرو وطلع بالهيستوباثولوجي نيجاتيف فور مالجنسي يعني بدينا نخش مع بعض في دي بيت ليه شلت ليه ما شلتش ليه عرضت العيان لهازارد وموربيديتي ومورتاليتي بوست اوبراتيف طبعا الكوميونيكيشن بتاعت الكانسر السوفجاس عاليه جدا هو حللنا الديبيت ده شكرا دكتور احمد شكرا جزيلا هو لا زال الديبيت ده موجود في الكولو في الكولوريكتال ار زيرو بعد راديو ثيرابي والوقت واتش اند ويت تكنيك بقى ابليكابل والناس بتطبقه حاليا في بعض الجامعات يعني حتى في البريست يعني لما بدي نيو ادجفنت ويحصل واشيل بعد كده كومبليت ريميشن والعيان بعد كده نخش مع بعض في البيت هو في الريكتم بس بيبقى عليه بقى مش الكول الريكتم بس اه بالظبط بالظبط ثانك يو فيري ماتش دكتور احمد فور ذا اكسلنت برزنتيشن از يوجوال حضرتك طبعا اخونا الكبير دايما يعني وبنعتز بوجودك معانا يعني انا ما اعرفش دكتور احمد جويله طبعا ده استاذ علاج العروق في جامعه اسكندريه ومن ضمن المؤسسين معانا في المعهد يعني هنشرف بوجوده دايما معانا شكرا حبيبي شرفتنا يا دكتور احمد بس هو في بس استفسار بسيط كده انا اقدر افهم ان الادينو كارسينوما ذا جايد لاين اوف تريتمنت ار ايكوال ان بوث سوفاجس اند ستومك اور ديفرنت لا بالنسبه للستومك سوفاجس اند ستومك تمام ادينو كارسينوما سوفاجس اند ستومك ذا جايد لاين از ايكوال ان بوث لا مش ايكوال تمام في نقطه ما كنتش ما قدرتش افهمها النقطه الثانيه الايج اوف تريت اوف ذا بيشنت في كات اوف فاليو كات اوف ايج ان ذا تريتمنت بالنسبه لنا ولا احنا نعتمد على البرفورمانس بتاع العيان ولا لا النقطه الثالثه التارجت ثيرابي يعني احنا اتكلمنا على الايمين ثيرابي طب التارجت ثيرابي هل ترى ليه رول ان ذا تريتمنت اوف كانسر ستومك ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا دكتور ياسر الاخ المحترم هم بصراحه يعني ثلاث نقط مهمين جدا ويعني جادرين بال يعني بالكلام والدسكشن اول حاجه اللي هو هل الجاستريك زي الاسوفاجيال ادنوكارسينوما لا طبعا كومبليتلي ديفرنت بالنسبه للاسوفاجو جاستريك والديسل اسوفاجس لا دول لازم ياخدوا نيو ادجفان من اول تي 2 لازم ياخدوا ده من البروتوكول ستاندرد اوف كير لا السمك لا السمك بنخش على طول جراحه وبعد كده ناخد الادجفان بتاعنا ده بالنسبه للادنوكارسينوما لا طبعا يفرق السؤال الثاني حضرتك بتقول بالنسبه لل الايج لا ما الايج ما يفرقش اهم حاجه الجنرال كونديشن الجنرال كونديشن على يعني هي دي الايه الحكمه عندنا لو الجنرال كونديشن كويسه حتى لو انا عنده 90 سنه اوكي بدي نيو ادجفنت وبعد كده بعمل جراحه وبعد كده بدي ادجفنت حسب اخر سؤال معلش التارجت ثيرابي ده برضه سؤال مهم قوي التارجت ثيرابي اللي هو هيرتو اظهر حضرتك فيه ده ما يستخدمش اونلي بس في الميتاستاتيك لكن لا بيستخدم كنيو ادجفنت ولا بيستخدم ادجفنت يعني جاست بس لو في ميتاستاتيك اسفاج جاستريك جانكشن او جاستريك ده الوحيد اللي انا بطلب له هير تو وبدي اللي هو الهيرسبت لو العيان طلع بوز طب البريك ثيرابي في حالات الكانسر السوفاجس هو يعني الكلام الجديد بس غالبا في الايرلي خالص دكتور عيد في الايرلي يعني تي 1 اي اس او هو يعني مش ستاندرد اوف كير هي كلها ترايل وخصوصا في الفيري ايرلي كانسر اسوفجس فلكن ما اقدرش اتكلم عليه لان هو مش ستاندرد اوف كير ثانك يو فيري ماتش دكتور احمد اني كويشن اتفضل دكتور حضرتك اتكلمت على داون سايزنج داون ستيجنج يعني العيان بريزنت بستيج 2 او 3 اما بياخد نيو ادجفنت الستيج بتتغير يعني ولا ايه رايك حضرتك؟ هو الايم بتاعنا عشان ندي نيو اجفنت
كذا ايم من ضمنهم نعمل داون ستينجنج واوصل عشان الجراح بعد كده يوصل لار زيرو. فطبعا ده احد الحاجات المهمه الايمز بتاعنا نعمل داون ستينجنج، فبالتالي الجراحه تبقى اسهل والجراح يقدر يوصل لار زيرو. ده واحد. بالاضافه لحاجات ثانيه كتير، يعني بالاضافه لوكال كنترول هيبقى احسن في بعض الحالات، السرفايفر بيبقى اعلى من الجراحه. عشان كده في كذا طبعا 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 بيتغير، يعني في داون ستيجنج التيومر بيبقى تي 4 بيبقى اقل، وفي بيحصل كومبليت باثولوجيكال ريسبونس يعني ما بيبقاش في تيومر خالص، وزي ما قلت لحضرتك بيوصل ل 30% 30% من الحالات. بعد اذن دكتور احمد، واحنا الايم بتاعنا ان احنا بندي ني ادجفنت، ايه ني ادجفنت؟ عشان خاطر نعمل نزود الريسكتابيلتي، ده المين لاين اوف تريتمنت. في نفس الوقت بعمل كنترول عشان ما يحصلش الدستر متاس. طب ما عندك حق، ما انا ما قلتش كده، ما انا معاك يا دكتور محمد. بمعنى ايه؟ برضو بعمل اوزفاجيتو، يعني بعد ما ادي نيو اجمنت ما بسيبوش الا لو العيان ايه هو رافض يعمل جراحه، او الجراحه بزاله خطره هو انفيت، فبالتالي ما بعملش. لكن هو نفس الديزيشن يعني بعمله اوزفاجيتو من بعد الجراحه. ده اظهر يعني بقلل الريسكشن، يعني بعمل جراحه اقل، يعني ده اظهر كده. اولا يعني مع احترامي للدكتور احمد حسين، ده استاذي وفوق راسي، بس لا الكلام ده انا يا دكتور يعني رحمة. لا الكلام ده انا احتاج عليه. لا طبعا رحمة. خلينا بس ايه، عشان بس الكلام ما يبقاش عام. دول تو لا خلق. دول ديفرنت انتيتيز، مختلفين تماما خالص. احنا بنتكلم في 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 كاتيجوريز مختلفه خالص، تو ديزيزز بباثوجينيسيس وباثولوجي مختلف خالص. فاحنا مش عايزين نخلط كولوريكتال بجاستروسوجي. ده نمره واحد. نيو ادجفنت الموضوع ملوش علاقه بان هو احنا يعني الديفرنت ديزيز انتيتيز ما بتغيرش البرنسبلز بتاع او الكونسبتس العامه بتاعه العلاج. تمام. لو انا مش هغير قرار الجراحه بتاعي بعد النيو ادجفنت كيمو راديو، ما تديش كيمو راديو. بالظبط كده بالظبط كده. ايه فائدته يبقى؟ ايه فائده النيو ادجفنت؟ كيمو راديو بيتاخد عشان تغير قرار الجراحه. ده كلام سليم، ده كلام سليم. الكلام اللي بيتقال من 20 سنة واحنا معلقين عليه زي ما هو كده، عمالين نرددوا كالببغاءات، ده انتهى من البشرية. انت بتدي كيمو وراديو علشان تغير قرار الجراحة. بالظبط كده. بالظبط. ولا ايه الايم بتاعه اصلا؟ بالظبط كده. طبعا لازم تغير قرارك لما هتعمل ريستيجنج. امال انت اسمه ريستيجنج ليه؟ بالظبط. بعد ما بتدي النيو ادجفنت كيمو راديو وتاني. وخير مثال على كده بيه، الله ينورك، خير مثال على كده بيه البريست، يعني البريست لوكال ادفانس بحوله واعمل كونسرفيشن بعد كده. بتعمل ريستيجنج لان انت العيان بقى في حته ثانيه. بالظبط. بتعالجه على الحته الثانيه اللي راح لها، مش بتعالجه على الاولانيه التاريخ اللي هو كان فيه. والا اديته له ليه؟ طب ما كنت عملت له عمليه على هذا الاساس. وفلوس في حته دكتور محمد برضه، يعني لابدينو برينيل النهارده قلت جدا. ليه؟ عشان يوقف، عشان يوقف. يعني بكتفي تقريبا بسيفت مارجن اقل من نص سنتي او سنتي. فايده النيو ادجفنت بري اوب. شكرا جزيلا على المحاضره. انا بس ليا كومنت على السيرفيكال اسوفيجس. ستيل برضه السيرفيكال اسوفيجس احنا ممكن ندي نيو ادجفنت كيمو راديشن، وستيل برضه ريسنت ان في رول للسيرجري وبنقدر نعمل راديكال سيرجري وبنريسيرف اللارنكس والفويس. سؤال لحضرتك، هل في ترايل قارنت النيو ادجفنت في لوكالي ادفانسد اوبرابل اسوفيجال كانسر مع الادجوفنت؟ لان احنا كجراحين معظم الوقت لما بيجي لنا عيان اسوفيجس وبيكون اوبرابل غالبا بنجواوي للجراحه. هل في ترايل قرنت ان انا لو اديته ادجوفنت كيمو راديشن از ريجارد اوفر اول سرفايفل، يعني في سوبريوريتي؟ يعني انا خلاص العيان هياخد كيمو راديشن، بس هل لو خد العيان ده ادجوفنت في سوبريوريتي في الاوفر اول سرفايفل وديزيز فري سرفايفل اللي ياخده كنيو ادجوفنت عن الادجوفنت؟ والله بي الستاندرد اوف كير الكلام الجديد دلوقتي انه ابتداء من تي 2 لتي 4 اي، يعني طبعا لوكال ادفانسد، لا ده لازم ادي، وبيفرق في السرفايفل، وهنا باين في 3 يير سرفايفل ديفرنس، ويفرق في لوكال كنترول وديزيز فري تقريبا بيتضاعف. يعني انت حركه الاسوفجس لو عملنا جراح في الاول الريزلت بتاعته وحشه جدا لو العيان ما عملش نيو اجما، ابتداء من تي 2 لغايه تي 4 اي. فطبعا ده يشمل حركه بتقول ان هو في لوكال ادفانس، لا لازم ياخد نيو اجما. دكتور احمد، البيست انفستيجيشن او هاو تو فولو اب البيشنت ديورنج النيو ادجفنت كورس، يعني سي تي ام ار اي اند ليومينال الترا ساوند،
ايه الافضل في الشغل بتاع حضرتك واللي احنا المفروض يبقى تبيع بيه؟ والله طبعا سي تي شيست ابنوم دي مانداتوري. اول حاجه الاوسفاجوسكوب. الاوسفاجوسكوب ده اساسي. ولو بتكلم عشان تي بالظبط, ولو بعمل اي يو اس طبعا دي مهمه قوي عشان الوول بالظبط, الوول والليمف نود دي مهمه جدا. ولو لقينا حاجه بناخد بايوبسي, والباثولوجي مهم. شكرا دكتور احمد. دكتور احمد نفس يعني هو السؤال بطريقه ثانيه. انا الواي حضرتك قلنا هندي نيو ادجفنت وهنعمل ري اسسمنت. تمام. ري اسسمنت بقى التول بتاعي ايه؟ هعمل سي تي ولا محتاج بيت سي تي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انا بشتغل, سؤال برضو دكتور احمد شكري, لو انا بشتغل انا راجل راح بس هشتغل اوبن سيرجن, هل انا بعد ما عملت حتى الانفستيجيشن دي وقالت لي مفيش اي ميتاستاسيس لا لوكال ولا ديستنت, انا محتاج اعمل ستيجنج لابروسكوبي از ستاندرد للعيانين دول, ولا انا ممكن ادخل افتح العيان وبعد كده الاقي لوكال ديزيز؟ والله يعني احنا الرول بتاعتنا بتاعت الاسيسمنت اللي هو سي تي والاوسفاجوسكوب هم ده الاساس بتاعنا. طبعا بعمل سي تي عشان اكسكلود المتسس قبل ما اخش, لكن الرول بتاع اللابروسكوب دي يعني لغايه دلوقتي ما هيش ستاندرد اوف كير او هي مانداتوري في الاوسوفيجاس. طبعا ممكن في حاجات ثانيه, لكن في الاوسوفيجاس فيها كلام لكن ما حطوهاش في ستاندرد اوف كير, يعني تقريبا ملاش. هل البي سي تي ليه دور؟ لا, البي سي تي هيكوال للسي تي, احنا بس اهم حاجه اكسكلوجن للمتسس, فطبعا سي تي شيسو ابنهم كفايه قوي. وبعد اذن دكتور احمد, يا دكتور ايمن تحب تكومنت على موضوع الستيجنج لابروسكوبي؟ حتى يعني الناس اللي بتشتغل جراحه, انا مش هعمل عمليتي لابروسكوب, انا هعمل جراحه, فهل انا برضو محتاج ان انا ايفالويت بالستيجنج لابروسكوبي قبل العمليه؟ مصر يعني ان احنا لما بنتكلم في بنجيب داتا يعني من بره وتقول البات كويس, تقول الام ار اي كويس, تقول السي تي كويس, فالسؤال هو اي بات واي ام ار اي واي سي تي, يعني الكواليتي اوف ذا ايمجينج فارق جدا. فاحنا للاسف الايمجينج عندنا very poor quality, فانت بتصدم بحاجات جوه العمليه مع ان العيان عامل بات وعامل سي تي وعامل ام ار اي, لكن احنا للاسف الايمجينج عندنا نتيجه بقى تكنيكاليتيز, اجهزه, عدم كفاءه في القرايه, وات ايفر يعني السبب, لكن انت في الاخر الايمجينج عندك. والقصه دي بقى بنشوفها كتير جدا في البنكرياس مثلا, يعني اكم من حالات يعني بتخش بتلاقي بريتونيال كارسينوماتوزس مثلا والبات بيقول لك ده العين تمام. فهي يعني احنا لازم نحكم على وضعنا احنا. فانا رايي ان احنا عشان انت ما تقدرش تعتمد 100% على الايمجينج موداليتيز, حتى لو انت هتعمل عيان تراديشنال سيرجري يو شود دو ان اكسبلوراتوري لابروسكوبي قبل الاكسبلوريشن, لان انت يو مايت يعني فيس سم unpleasant surprises نتيجة the poor quality of the imaging. السؤال الأخير بقى, لو العيان ده واخد نيو adjuvant بص, دي قضية شائكة جدا. depends على ال general well being بتاع العيان, depends على ال expertise بتاعتك, depends على المكان اللي انت بتشتغل فيه. عموما العيانين اللي واخدين نيو adjuvant are more prone انه يحصل لهم complications بعد العمليات اكتر من عيان ما خدش نيو adjuvant يعني بالقطع. فلو انت العيان بتاعك كان الفتره بتاعت النيو ادجفنت كانت, واحنا زي ما الدكتور
احمد قال ان الفلوت از ا فيري توكسيك ريجيمن، لو كمان العيان هياخد راديو ثيرابي الكلام ده، فانت في الاخر هتشتغل على عيان كومبرومايزد، عيان شويه ديبيليتيتد، شويه مالنارشت، فقد وزن كتير بتاع، ف يو شود اوبت فور ا ليس ريسكي بروسيجر. فما تروحش تعمل انستوموزس في التشست وانت ممكن تعمله في النك، لكن لو تكنيكالي انت مجبر ان انت هتعمله لان مثلا انفولفمنت بتاع الاستومك كبير ومش هتقدر تطلع على انستوموزس في النك وهتعمله في التشست، فخلاص يعني ده ادي الله ودي حكمته، فهنعمل انستوموزس في التشست. And you have a high index of suspicion for any problem that might occur. ويبقى عندك capacity انك تخش تعمل. بس انا في المطلق حتى لو العيان مش واخد نيوادجفنت، انا في المطلق لو الستومك هتديني نيجاتيف مارجن على التيومر وتطلع النك، بروح النك اوتوماتيكلي بلايندلي على طول، يعني ما فيش كلام. التاني لان دي ظروفنا، لان دي ظروفنا، لان انت you can manage quite efficiently a leak from the neck but you will not manage it as good if the leak is in the chest. فدي برضو ظروفنا. الكلام ده قد يتغير entirely، يعني لو رحت اليابان كل اليابانيين بيعملوا anastomosis في النك على طول، اوروبا كلها وامريكا بتعمل anastomosis في الشست، وتقعد تتناقش معهم طب ما انا هو الخمسة سنتي اسوفجس اللي انت سايبهم دول هتفرق معاك ايه، ما تطلع الخمسة سنتي دول. هو بيديفند موقفه لان هو متعود على كده وعنده فاسيليتيز ان لما بيحصل مشكله في 50,000 طريقه ان هو يخش يحلها من غير ما يفقد العيان. لكن انت برضو لازم تفكر السيتويشن بتاع العيان شكله ايه وامكانياتك انت شكلها ايه عشان تبيلد اب اوبريتيف ستراتيجي تبقى الليست موربد للعيان. يعني فكل الحاجات دي لازم تبقى في دماغك وانت بتاخد قرارك. طيب دكتور احمد اخر سؤال من فضلك دلوقتي، when to do surgery after new adjuvant chemo alone or after new adjuvant chemo and radio, when we should do surgery. في البوس لازم اعمل سيرجري. ايوه وين بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ ده سؤال مهم جدا، اللي هو التايمنج بتاع الجراحه بعد النيو اجمنت. المفروض في اوبتيمال تايمنج. طبعا الكيمو ثيرابي توكسيستي بتقعد حوالي 3 اسابيع. 3 اسابيع. على الاقل 3 اسابيع. بتكلم كيمو ثيرابي الون، عين خد كيمو ثيرابي الون وعين خد كيمو ريديو. الاثنين لازم على الاقل 21 يوم، مش كده وبس. في الراديو ثيرابي لازم استنى على الاقل شهر ونص عشان الايفكت بتاع الراديو ثيرابي يبان اكتر. فبالتالي يعني تقريبا بعد شهرين اعمل الجراحه. يعني بعد الراديو ثيرابي شهرين بالظبط، وبعد الكيمو ثيرابي ممكن شهر. ممكن شهر. ده الاوبتيمال تايمنج. ماكسيمم الماكسيمم انترفال بعد الكيمو ثيرابي يعني لو العين اتاخر يعني مش اكتر من 2 months، لان الكيمو ثيرابي بيحصل لابس على طول. على طول، لان الراديو ثيرابي بيدينا لوكال كنترول اكتر. يعني 1 month كيمو 2 months كيمو. بالظبط. اوكي شكرا جزيلا. شكرا Second speaker دكتور محمد ممدوح assistant professor of oncosurgery الازهر university about introduction of the anatomy and the lymphatic drainage of the esophagus and stomach. تفضل دكتور محمد. Dear chairpersons, dear colleagues and audience, احب اشكر حضراتكم اللي اتاحت الفرصه ليا نتكلم في الوركشوب الهايل دوت في مركز ابرام دمنهور، واشكر الدكتور ايمن ابو شميله على الدعوه الكريمه. اسمحوا لي النهارده اتكلم على توبيك هو الحقيقه يعني مهم لكل الجراحين. التوبيك بتاع الاناتومي، the anatomy is very much of paramount concern for all surgeons.
احنا شغلنا اساسه الاناتومي، وخصوصا لو كنا اونكو سيرجنز بنتعامل مع حالات الاناتومي اوريدي ديستربد فيها، فيو هاف تو نو ذا بيزكس اوف اناتومي ايفن مور ادفانسد ان ادفانسد كيسز. الحقيقه الاسوفاجس is a very unique viscous in its anatomy as it traverses three anatomical locations, the neck, thorax, and the abdomen. Basically, it, by definition, it's a soft muscular tube, allows food to pass between the pharynx and the stomach. The esophagus can be divided according to the terminology and the perspective who's speaking about the anatomy. The anatomy could be subdivided in anatomical point of view into cervical, thoracic, and abdominal parts. Regarding the function, can be subdivided into upper and lower esophageal sphincters and the main tubular part of the esophagus. To the surgical point of view, it very much classified on the proximal and distal segments of the esophagus. The anatomy, as we all know, starts at the sternal notch, above the sternal notch, the cervical part, 3 to 5 centimeters, starting from C6 to T1. In the thoracic part, or the esophagus starts at the sternal notch, the surface anatomy, to the esophageal hiatus in the abdomen. It's about 18 to 22 centimeters from T1 to T2. And after opening the hiatal opening, the abdominal part of the esophagus starts, and it's about 3 to 6 centimeters. And overall, from the incisors to the opening, the gastroesophageal junction, around 38 to 48 centimeters. And the surgeon should benefit from dividing the esophagus into two parts, structural parts, proximal and distal segments, bordering the tracheal bifurcation. At this point of tracheal bifurcation, I've set out three main reasons for this concept for the surgeons. The first is the antibodal lymphatic flow proceeding from the area affects the direction of early lymphatic tumor spread and the procedure of lymphadenectomy. Secondly, the surgical point of view incorporates the expected location of the tumor and their respective prognosis. Carcinomas that with the greatest frequency in the mucosa are of the distal half of the esophagus. And the prognosis of these tumors is far more better than the tumors of the upper half of the esophagus. Third, the classification confirms the embryonic development of the two different tissue sources and the specific arrangement of vessels, muscle types, and innervation. More, for different points of view, the most important landmarks of the esophagus and lymphatic drainage can be classified according to the cervical, thoracic, and abdominal part. At the lymphatic part of the cervical part drains into the thoracic ducts, and the landmark of anatomical tracheal bifurcation at the is this the second part. Above this point, the proximal part of the cervical esophagus drains to the neck towards the thoracic duct, and below this point drains downwards to the abdomen, celiac lymph nodes, and subsequently to the cisterna chyli. And the anatomically, the esophagus has three compression points. The first one is the upper pharyngeal esophageal junction. Second one, at the aortic arch and left main bronchus, this is the second compression point. And third one is at the hiatal opening. According to the structure, the cervical part is made of striated muscles derived from branchial arches and innervated by the vagus nerve. The upper half of thoracic esophagus is, that's 45% more, formed by striated muscles and more smooth muscle complex. And the lower half of the thoracic esophagus with the abdominal part is made of is purely smooth muscle complex derived from adjacent splenic mesoderm and properly innervated by myenteric plexus. The sphincters.
generally speaking, the sphincters divide the alimentary canal into functional segments. They are characterized by resting tone that is higher than the two adjacent segments, and structures are usually anatomically ill-defined. The upper esophageal sphincter, it's the site of anatomical compression, and the subupper esophageal sphincter lies at the end of the larynx, right here, and entirely and controls entirely into the esophagus and larynx. It's constructed of two anatomic elements. The anterior wall is rigid, corresponding to the posterior surface of cricoid cartilage, and also forms the posterior wall of the larynx. The posterior wall of the upper esophageal sphincter is soft and formed by one continuous muscle sling that traverses, that transverse horse-like lobe of the lower part of the inferior pharyngeal constrictor muscle. This sphincter serves primarily to prevent distension of the esophagus during respiration and to protect the trachea and lungs against uptake reflux material or reflux aspiration. Normally, the sphincter remains in a state of strong nerve control, tonic contraction between episodes of swallowing. And the 1-1 manometry, the length is 2 to 4.5 centimeters and identified radiologically by posterior notch. The point of clinical and surgical relevance for surgeons regarding the upper esophageal sphincter and the rearrangement of pharyngeal muscle into the upper esophageal sphincter musculature leaves an area of potential tissue weakness, which is the Killian's triangle, which may be predisposed to the formation of protrusion of pharyngeal wall cranial to upper esophageal sphincter, such as the verticillium may contain full thickness of the wall or in the mucosa and submucosa, but it originates in the pharynx and never contains muscularis mucosa. By definition, the Zinker's diverticulum is the midline protrusion. Lateral laryngeopharyngeal diverticuli develop at the entry of the vessels and very rare. The lower esophageal sphincter begins approximately 3 centimeters cranial to the junction with the stomach. Here, the number of muscle fibers of the circular layer of the tubular esophagus increase here and superimpose on each other, producing a progressive muscular thickening. This is consistent with the rearrangement of muscle bundles across the junction of the stomach, and the muscle bundles at the side of greater curvature of the stomach changes the direction from oblique gastric sling fibers. Those at the side of lesser curvature also become horizontal and short muscle clasps. This is the scopic view of the lower esophageal sphincter. Also, as a matter of concern, the literature includes abundant claims that the diaphragmatic crura represents the mechanical equivalent of the lower esophageal sphincter. However, dissection of the diaphragm and or disruption of the phrenoesophageal membrane alters neither the lower esophageal sphincter or its pressure characteristics. And regarding the anatomical location of the lower esophageal sphincter, muscle rearrangement and the maximum thickness are also prominent precisely at the esophagogastric junction, at the transition of esophageal into gastric folds. About the arterial blood supply, it's known that the arterial blood supply of the esophagus is trivial. The cervical part takes blood supply from the inferior thyroid artery. The thoracic bar takes from tracheobronchial arteries, bronchoesophageal arteries, and the lower bar, and this is the upper half, and we are continuing to divide the surgical point of view, the esophagus into upper and lower segments. The lower half of the thoracic part is supplied by the aortic proper esophageal arteries. And of course, below the esophageal hiatus is supplied by branches or the ascending branch of the left gastric artery, and also branches from the short gastric vessels out of splenic artery. The venous blood supply also classified into three segments. The cervical bar drains into the inferior thyroid veins. The thoracic bar drains mainly into the azygous vein, and on the lesser extent to the accessory azygous and the hemiazygous veins. And then the abdomen drains into the left gastric vein, and also
the lower esophageal part, as we all know, the site of bortosystemic anastomosis. What's so important in our topic, the anatomy, is the lymphatic drainage of the esophagus. Generally speaking, we can classify the esophagus into three stations. The cervical blood drains into lower deep cervical lymph nodes, and above, the bifurcation of the trachea drains cranially, and below the area of bifurcation drains caudally to the abdomen and celiac lymph nodes. And this is the main question Dr. Ayman asked in the last lecture. He was asking about if we are doing, why we are doing laparoscopic assessment of all cases subjected to neoadjuvant chemotherapy. And of course, coming out of this concept, we know that the lower half of the cervical esophagus already drains caudally to the abdomen, celiac lymph nodes, and cisterna chyli eventually. But with going deep into the examining the histological structure of the esophagus, we found that all layers of the esophagus, lymphatic drainage of the esophageal wall, flow as expected under normal healthy conditions in the upper part of the diagram, and shows that all layers of the esophagus contains lymphatic channels. And these lymphatic channels are guarded by valves that allows the flow, as we have mentioned before, the bifurcation drains cranially, cervical part drains into the inferior lower deep cervical lymph nodes, and above the bifurcation, tracheal bifurcation drains cranially, and below the bifurcation drains caudally. But with early tumors, this flow can be compromised, and these valves could be, has tumor emboli or something like that, that change the direction of flow of the lymphatic outflow of the esophagus, and this may give the idea that any part of the esophagus that is subjected to any type of carcinomas, even in early stages, can drain in different states, it's different levels of lymph node affection. Okay, this review article done by a Chinese group was concerned about the anatomy of the lymphatic drainage of the esophagus and lymph node metastasis in thoracic esophageal cancer. They had collected many data and concluded that regardless of the site of the tumor, any station of lymph nodes could be affected in the state of thoracic esophageal cancer precisely. And they concluded, except the epithelium, its basement membrane, lymphatic vessels exist in all layers of the esophagus. And the lymphatic vessels run longitudinally in submucosa and submuscularis mucosa, while circumferentially in the muscularis propria. And the longitudinal lymphatic vessels and long drainage territory should be the anatomical basis of bidirectional drainage. And this is eventually the concept I'm trying to state, that any site of the esophageal cancer can flow bidirectionally, either upwards or downwards. And this clinical data verified that lymph node metastasis can be found from the neck to the celiac area for every location of thoracic esophageal cancer. This is regarding the esophagus. Come again to the stomach, the second part of my lecture. The stomach, according to who's speaking about the anatomy of the stomach, the embryologist described the stomach as a fusiform dilatation of the foregut beginning at the gastroesophageal junction and ending at the gastroduodenal junction, while the anatomist may describe the stomach as in terms of its several parts, such as the fundus, gastroesophageal junction, cardia, fundus, body, antrum, and the biliary canal, and the sphincters. The physiologist and gastroenterologist describe the endocrine and exocrine stomach, treating the organ as two units, proximal and distal parts. Proximal part, proximal stomach, the fundus and body receives temporarily short gastric contents, stores gastric contents, and is the home of parietal cells, which secrete acids and intrinsic factors, as well as the home of cells that produce group 1 pepsinogen. The distal part of the stomach, which is the antrum and the pylorus, mixes and propels gastric content. It also contains the area of pyloric glands, which produce hormones of gastrin and somatostatin.
This morphological pattern shows the morphologic and the physiologic presentation of the stomach. A, we show that the anatomical parts of the fundus body with three imaginary lines dividing the stomach into its anatomical part, while P, as we see here, the distribution of parietal acid secreting cells in the areas of the stomach, each relative to other. And these percentages indicate the maximal concentration of cells in the body, and the fundus concentration is about half that of the body along the lesser curvature, about 3/4 of this concentration. And see here, we show which the gastrin is produced by the pyloric glands. And the areas of cardia, pylorus, and proximal duodenum in which the mucus is produced. Proximal duodenum and the mucus is secreted in the proximal duodenum by Peyronie's gland. Again, the surgical point of view. From the surgeon's point of view, the stomach is part of two almost separate organ systems, each with its special pathology, surgical approach. The first of these systems can be called the proximal gastric unit, and contains the proximal stomach, and the distal esophagus, and the esophageal hiatus of the diaphragm. The second is the distal surgical point and includes the gastric antrum, pylorus, together with the first part of the duodenum. The cardiac sphincter, there's a various structures have been held responsible for closing the cardia, which is more of a physiological, as we all know, that's more of a physiological sphincter, preventing the reflux of the anatomic of the stomach into the esophagus. The first is the angle of Hess at which the esophagus enters the stomach, the Binch-Cook action of the diaphragm, a bulge of loose esophageal mucosa, it's called the mucosa rosette, the phreno-esophageal membrane, and the sling of oblique fibers of gastric musculature, as mentioned before in the lower esophageal sphincter, in an anatomical point of view. The vascular supply of the stomach, it's well known that the stomach is among the best vascularized organs. Not only it's served by the many arteries, but it contains a very rich anastomotic network of vessels intrinsically and extrinsically. The stomach, generally speaking, is supplied by branches of the celiac axis. The hepatic artery the right gastric artery originates from the proper hepatic artery, or the common hepatic artery before giving the gastroduodenal artery, and of course dorsal pancreatic artery also shares in the blood supply. The left gastric artery is the main trunk of the celiac axis. The splenic artery, either proximal or the distal branch, is shared in the blood supply of the stomach. Right and left gastroobliquic artery. The right comes from the gastroduodenal artery, which is a branch of the hepatic artery. The left gastroobliquic artery comes from the splenic artery. Also, there is posterior gastric artery, maybe originating from the splenic artery. The venous drainage of the stomach follows the arteries. The main principal arteries, I mean right and left gastric arteries, right and left gastroobliquic arteries, each of which follow its artery. Again, what's most important in our anatomy is the lymphatic drainage. The lymphatic drainage system of the stomach is multidirectional and the complex network composed of lymphatic nodes, vessels, and lymph node metastasis in the stomach is the most important prognostic factor in curable gastric cancer. The current description of the gastric lymphatic system has a surgical orientation and follows the recommendation of the Japanese Gastric Cancer Association. Most of the lymphatic drainage of the stomach reaches the celiac lymph nodes after passing through intermediary nodes. The lymph nodes of the gastric wall drains into the lymphatic vessels that arise in the mucosa, then forms a rich network in the submucosa, and then comes together to subperitoneal plexus. Finally, the lymphatic vessels drain into the perigastric lymphatic system, which is distributed along the major arteries of the feeding the stomach. Here, what we see the description or the labeling numbers of the lymph node stations around the stomach by the Japanese Gastric Association, Cancer Association. 1 and 2, I think all surgeons working in the upper GI should know the stations by default. The 1 and 2
are the one and two are the paracardial lymph nodes. Three, the circumferential lymph nodes follow the left, the short vessels. Those are the perigastric lymph nodes. Three A, the follow the ascending and descending branches of left gastric artery. 3B, the terminal branches of the right gastric artery. 4, short gastric vein arteries, the greater curvature of the stomach and the lymph nodes around it are classified in 4S and 4D. 4SA, the short gastric vessels, and 4P, the branches of the left gastrobiploic vessels, and D, follow the artery, which is the right gastrobiploic artery. Station 5, the supraduodenal, the proximal part of the right gastric artery. Station 6, below or infrapyloric lymph nodes around the right gastroepiploic artery. Station 7, the main trunk of the left gastric artery. Station 8, A and B, around the proper or the common hepatic artery. Station 9, around the celiac axis. Station 10, the hilar or distal splenic artery around the splenic hilum. Proximal splenic artery is the station 11, proximal and distal. Station 12 is the hepatoduodenal ligament, A for the artery, P for portal vein, and B for bile ducts. And all these are principal lymphatic drainage of the stomach. Station 13, the retiopancreatic lymph nodes. Station 14, around the superior mesenteric artery and vein. Station 15, the middle colic arteries. Station 16, the para-aortic lymph nodes A, B, and those are the main lymph node stations in D1 and D2. D1 lymphadenectomy in gastric cancer represents from station 1 to station 8. And from station 8 to station 12, that are the T2 gastrectomy, which is the standard of care in gastrectomies procedure. And as we know, during gastrectomies, you should know this anatomical variation to end with a situation like that after completion of lymphadenectomy around the celiac axis, left gastric and left gastric artery, hepatoduodenal ligament, and splenic artery together with omental bursectomy, which is questionable to do or not to do. And this is another example of completion of lymphadenectomy after gastrectomy procedures, labeled by the numbers of stations according to the feeding blood vessel. Thank you very much. المعلومات القيمة والحاجات البيزكس اللي طبعا كل جراح لازم يعرفها، بالذات اللي ينفع نكتب في حالات الكانسر استومك. وكل دلوقتي الكونسيبت اتغير، لازم نعمل دي 1 او دي 2 او دي 3 في حالات الكانسر استومك، دي لازم يكون كل جراح عارفها. شكرا دكتور محمد. شكرا يا دكتور، خليكم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. Okay. Diastinal lymph nodes. I'm sorry, but the thoracic esophagus. I mean, of course, ممكن ما أكونش قلتها حقيقة، لكن هي في المضمون إن إحنا حياتك ال collecting lymph nodes in all layers followed by the regional lymph nodes and of course in the chest the paratracheal lymph nodes and the paraesophageal. These are principles and of course extended lymphadenectomy to the lung highly. On both sides, together with the recurrent, if you do extended lymphadenectomy, recurrent laryngeal lymph nodes on either sides, those are the thoracic part, and we can divide it into below the bifurcation, the bifurcation of the carinal bifurcation, and above it follow the regional lymph nodes, and eventually drains into the thoracic duct. Below this point, follow the regional lymph nodes, and then ends with the celiac lymph nodes. I mean, even though three regional lymph nodes in the lower chest, and ends with the celiac lymph nodes. And that explains why
those professors that perform thoracic esophagectomy, it's like Dr. Ahmed taught us, Dr. Ahmed Chokri. And during the three-field lymphadenectomy in any site of esophageal cancer, the abdominal part during formation of the gastric tube, we usually perform D2 lymphadenectomy together with thoracic lymphadenectomy, coming of this concept. That's the bi-directional flow of the lymphatics, bi-directional flow, lymph flow on either side. So if you are going to perform surgery for lower esophageal cancer, essentially you are going to perform D2 lymphadenectomy in the abdomen. Thank you very much. كان ليا سؤال بس واحد. اتفضل. هو في اني واي ان احنا نكوريليت التي ستيجنج للتيومر مع الليمفادينكتومي ولا هو ستاندر اوف كير؟ يعني انا هل تي 1 مثلا جاستريك تيومر ديفرز من ان انا هشتغل على تي 2 او تي 3 ولا هو ذا سيم ليمفادينكتومي سواء في الاستومك او في الاسفل؟ والله يا فندم اعتقد يعني ان هو الافضل ان احنا نعمل standardization of the procedure regardless of the T stage especially in the esophagus. As I mentioned in my lecture that the lymphatic spaces presence in all layers and the principles of the valve directional flow in early, even in early cancer states blocks these lymphatics and changes the direction of flow. I mean, even in early stages, it could be, and the review article I mentioned, in very early stages, in T1, they found lymphatics flow metastasis in the cervical group. Cervical group, in even the tumor, the primary site of the tumor was on the lower chest. And the metastatic lymph nodes was found in the neck. Another group of patients found in the mid-esophageal cancer, celiac lymph nodes are affected. So I think you cannot judge by the T stage which type of lymphadenectomy. Should you could perform standardization of the procedure in all esophageal cancer subjected for esophagectomy, should perform extended lymphadenectomy. I believe so. And D2 for the gastric? For some. Yes. Shukran. 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 أستاذنا الكبير الدكتور أحمد بي شكري شرفنا النهارده في معهد دمنهور. توك أباوت لابروسكوبيك جاستريكتومي. فلتفضل أستاذنا الكبير الدكتور أحمد شكري. بمشي جاهز على هو حاسس بيه.
كامل. انت عايز ايه وانا اقول لك؟ هو المفروض هو بيلقط على طول، انا بنشتغل بيه طول النهار والليل يعني كل حاجه. بص معاك فلاشه انا نقلهم لك على الجهاز بتاعك وخلاص، بدل ما نقعد نضيع وقت يعني لو هو مش قاريها خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. معلش التكنولوجيا دايما كده بتعمل لنا مشاكل. النقل ما بين الابل وال ساعات بيعمل قفشات كده. anyway كده زي لا 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 كده تمام. طبعا يسعدني ان انا اتواجد في مركز اورام دمنهور الذي اعتبره يعني بيتي الثاني بعد مركز اورام السلام، والاخوه الافاضل دكتور رجب ودكتور ايمن ابو شميله هم اصدقاء اعزاء يعني، ولا استطيع ان اوفيهم حقهم فيما قاموا به من مجهود في هذا المركز، واصبح على ما هو عليه الان من التطوير والنشاط العلمي ومن كل الجهات. فنتوجه لهم بتحيه كبيره يعني وشكر جزيل. دي اول مره بنعمل ورك شوب على اللاباروسكوبيك اوسوفاجيال كانسر وجاستريك كانسر، لانه يعني كنا لسه بنتكلم قبل ما نخش القاعه ان احنا يعني الانترست العام في الكلام ده ما هوش كبير. ف نرجو ان هو يبقى انترستنج بالنسبه للحضور يعني، ونستفيد حاجه من اليومين دول ان شاء الله. انا لي كلمه ماثوره جدا لكل بقولها لكل الجراحين، علشان الجراحين كائنات تحب ان هي تشيل حاجة وتطلعها على الترابيزة، فمش دايما الحاجة اللي طلعت على الترابيزة بتبقى مينينج في الحقيقة. ف it is not what you have removed, it is what you have left behind. يعني دي القاعدة العامة في الأونكولوجي، لا تفرح باللي انت شلته، فكر دائما أبدا في اللي انت سبته. تمام؟ فده الكونسبت اللي هنتحرك عليه. و gastrectomy is as good as its lymphadenectomy. يعني هي اي بني ادم في الدنيا ممكن تجيب الممرضه او فني اوضه العمليات، قول له حط كلامبين على الديودينم، حط كلامبين على الاسوفاجس، قص هنا قص هنا، هيطلع الاستومك على ترابيزه الحكيمه. فليس هذا معناه ان هو عالج العيان. القضيه كلها في how to perform an adequate lymphadenectomy for gastric cancer and adequate lymphadenectomy for esophageal cancer. فهو هذا هو محور الحديث كله، ليست قصة الديودينم ولا قصة الاسوفاجس. وزي ما دكتور ممدوح شرح لنا باستفاضة على قصة الليمف نودز والستيشنز المختلفة، الليمفادينكتومي في الستومك بيقسم إلى D1 D2 and sometimes D3. D1 هو الكلاسيكي الستيشنز اللي هي بيريجاستريك على طول، اللي هي يعني معظما لو حد بيعمل جاستريكتومي لو ما شالش دول يبقى يعني يبقى ربنا يوفقه بقى بصراحه. فاتليست دي 1 يعني دي اي حد يقدر يبرفورمت. بس هذا السؤال، هي دي 1 اصلا اكسبتبل ولا لا طبعا. والديبيت الهزلي في حاجات كده بتطلع في العلم، يعني اول ما بتسمعها تبقى عارف انها كلام مغرض يعني وخلاص يعني. فقصه ان الويسترن او اليوروبيان امريكان الانجلو ساكسون
part of the world اللي بيعملوا publications ويقعدوا يدعوا ادعاءات كاذبة ان ال survival لا يتغير ما بين ان انت تعمل aggressive lymphadenectomy او ما تعملش. فيعني اعمل lymphadenectomy على مقاسهم كده وكله ماشي. طبعا ده كلام مسخرة يعني. هم بيقولوه ده قلة حيلة لان هم ما بيعرفوش يعملوا lymphadenectomy زي ما ال ساوث ايست ايجنز بيعملوه. يعني if you compare الشغل بتاع اليابانيين الكوريين الصينيين بالشغل بتاع الاوروبيين والامريكان في الستومك مفيش مقارنه طبعا. يعني لا يوجد مقارنه. والادعاءات بقى الكاذبه بتيجي بتخدم على العجز التقني يعني في الموضوع. فطبعا هذا هراء. if you do not do a D2 lymphadenectomy you did nothing for the patient. والكلام ده في اوروبا حتى دلوقتي السنترز المحترمه ابتدت تحترم هذا الكلام وابتدوا يشيفت انتو مور راديكال ابروتش ويطبقوا الكلام اللي بيقولوه اليابانيين بقالهم سنين على الحالات بتاعتهم. ده التيريتوري بتاعنا الفيلد اللي احنا هنشتغل فيه. يعني مش هنطيل في هذا الكلام. دكتور ممدوح اتكلم عن الاناتومي. طبعا البروسيجر اللي هيتعمل لازم يبقى تايلرد اكوردنج تو ذا سايت اوف ذا تيومر. يعني لو انا عندي بروكسيمالي لوكيتد تيومر غير لما يبقى عندي ديستالي لوكيتد تيومر غير لما يبقى عندي تيومر في نص الاستومك في البودي. الاوبشنز بتاعتي عموما ان انا اعمل سبتوتال جاستريكتوميز فلو سبت اي مقدار من الفندس اعمل عليه انستوموزس اتيز سبتوتال جاستريكتومي. لو شلت الاستومك بالكامل اتيز توتال جاستريكتومي. والقضيه الشائكه بما يسمى البروكسيمال جاستريكتومي ان احنا نعمل الجاستريكتومي ونسيب الديستال بارت اوف ذا ستومك ونعمل عليها الانستوموزس. دي يعني ممكن نبقى نتناقش فيها في حينه لان دي قضيه هي تكنيكالي فيزبل وممكن تبقى اونكولوجيكالي فيزبل. بس الكلام على الفانكشن الفانكشناليتي بتاعتها بعد كده والكواليتي اوف لايف هو علامه الاستفهام الكبيره. يعني دي الليمفادينكتومي ستيشنز بتاعتنا. لو انت هتعمل سب توتال جاستريكتومي غالبا العيان الستومك الريمننت ستومك بتعيش على الشورت جاستكس فقط. فاحنا ما نقدرش نيجي في حته الشورت جاستكس ونشتغل لان دي هتبقى هتقلب بتوتال على طول. فالفرق ما بين التوتال والسب توتال هو الاريا اوف ذا شورت جاستك فيسلز. ف if you do a total هتعمل lymphadenectomy في كل الاريز من اول واحد لحد 13. لو انت هتعمل sub total by default station 2 و station 10 مش هيتعملوا لان دول اللي بيعيشوا الريمننت باوتش. وغالبا انت هتعمل sub total لو الليجن very distal. فلو ليجن فيري ديستال الفرص ان يبقى فيه ميتاستاسيس في الستيشنز دي بتبقى نيجليجيبل. يعني البيشنت بوزيشننج والاو ار سيت اب حاجه مهمه جدا. وهاو دو وي بليس اور بورتس. القصه مختلفه. هتسمعوا يعني كلام قد يكون انتوا معلوماتكم يعني مخالفة. قد يكون انتوا بتشتغلوا بطريقة مخالفة. قد يكون انتوا شفتوا حد بيشتغل بطريقة مخالفة. في كذا ابروتش للموضوع. مش بتعمل بستاندرد واحد في كل حتة. كل ممكن يبقى في ستاندرد فور ذا انستتيوشن اللي انت بتشتغل فيها لكن from different parts of the world and different institutions ممكن تلاقي في اختلافات. معظما العيان بمنام سوباين لج ابارت ودراعاته مفتوحه. البور ديستريبيوشن بتاعنا زي اي ابر ابدومينال سيرجري سم وير حاجه زي كده
يعني you can manipulate the ports, العدد وال البوزيشنز بتاعت البورتس وكده, وحسب ما هتستخدم any type of leverage tractor فالبورتس ممكن تبقى فيها شوية ايه modifications. ده المنظر في اوضه العمليات, وغالبا لو انت عندك اللكشري بتاع pendants بيتعلق عليها الشاشات والتاور وكده فبيبقوا متحركين, فنقدر نجيب المين سكرين اللي بنشتغل عليه directly over the head of the patient من غير ما تضايق الانستيزيا, بترولي ومحطوط وكده على الارض, فده بيبقى افضل الحلول. الارنجمنت ده مهم, الاور سيت اب ده مهم, الجراح بيقف ما بين رجلين, الكاميرا مان بيبقى على يمين العيان, الاسيستنت بيبقى على شمال العيان, النيرس بتبقى جنب ايدي اليمين, ودايما انا بشتغل بترابيزه صغيره كده, ترابيزه تمساحه بتبقى فوق رجل العيان, لان انا بحب جدا اسهل على روحي الشغلانه واسهل على النورس الشغلانه, ان انا اقدر احط الالات دايركتلي واقدر اخد الالات دايركتلي من على الترابيزه من غير ما هي تنترفين. في ترابيزه طرفها باين هنا كده ورا, دي الترابيزه الرئيسيه اللي بيبقى عليها كل الالات اللي انت ما بتستخدمهاش بصفه مستمره. الترابيزه الات هاند ريتش دي هي فيها الانترتشينجبل انسترومنتس اللي بشتغل بيها على طول الوقت, الانرجي, الجراسبرز بتاعتي والجراسبر بتاع الاسيستنت, الثلاث اربع الات وخلاص. لكن من الالات اللي بتستخدمها قليل, نيدل هولدر, رايت انجل, كليب ابلاير, حاجات زي كده بتتحط ورا علشان ما تقعدش تسحب من الترابيزه على الفاضي, اكسترا بورتس, الليفر ريتراكتور بالتيبل ماونت بتاعه, كل الكلام ده ممكن تحطه في الترابيزه اللي ورا. فده اسهل يعني ارنجمنت للاو ار علشان الشغل يبقى ماشي سموثلي. البورت ديستريبيوشن اللي بنستخدمه عاده بيبقى حاجه زي كده. الفتره دي كنا احنا بنستخدم ليفر ريتراكتور اللي هو ما يسمى بالسنيك ريتراكتور بالتيبل ماونت بتاعه, فالسنيك ريتراكتور وهنشوف صورته دلوقتي بنحطه من سب كوستال بورت. بعد شويه احنا غيرنا الليفر ريتراكتور, بقينا بنشتغل بالنيثسن, فلو هنشتغل من نيثسن هنحطه ايبيجاستريك هنا هو, وما بنحطش البورت الزياده اللي حاطينه هنا. الاكستيريورايزيشن عندنا دايما اولويز فينشتيل, فيري سمول فينشتيل انسيجن, هو ده المعتاد, وده ديفرنت فورمز لعيان بقى تخين, عيان رفيع, عيان جسمه كينز صغير, جسمه كبير, البورت ديستريبيوشن بيتغير. هنا العيان كان عنده ميد لاين انسيجن اصلا, فاحنا عملنا الاكستيريورايزيشن في نفس الميد لاين انسيجن اللي كان عنده قبل كده. هنا العيان عنده ابر ميد لاين انسيجن فروم بريفيوس سيرجري, ادي السنيك ريتراكتور اهو داخل من البورت السب كوستال, وده الهولدر بتاعه على جنب. فالبورتس والديستريبيوشن بيختلف مع اختلاف الاوضاع. ده بقى مدرسه تانية خالص. ده معظم اليابانيين والكوريين بيشتغلوا الستومك وهم قاعدين على كرسي من الناحيه الشمال, فالبيشنت بينام بالطريقه دي, الارم الشمال تاكت تو ذا سايد لان هو هيقعد هنا ويشتغل من هنا, فده بيبقى المنظر, بس بيبقى برده سوباين وذ ليج ابارت. وده البورت ديستريبيوشن اللي هما بيشتغلوا بيه. هتبص تلاقي هنا مثلا ان الكاميرا بورت محطوط تحت الامبلايكس ب 2 3 سنتي, او ذس از وات ذي ار يوز تو. في ناس منهم بيبقى عندهم التلسكوب بتاع اولمبس الفلكسبل تيب اللي ممكن يتني, فيعني ممكن يستخدم القصه دي تساعده. والشغل بيبقى زي ما انتم شايفين كده, هو شغال قاعد ومن ناحيه الشمال,
وده الكاميرا مان ما بين الرجلين والاسيستنت في الاوبوزيت، وده الاو ار ارينجمنت بتاعهم، ونفس التيبل اهي والسكراب نيرس اللي واقفه جنبها. فده ارينجمنت اخر انا ما بستخدموش، بس بيستخدم كثيرا في جنوب شرق اسيا. في الحته بتاعت الهايلر سبلينيك هايلر ليمفادينكتومي، الجراح بينتقل الى بتوين ذا ليجز علشان يشتغل من السب كوستال بورت الفوقاني ده في اتجاه السبلين، فبيضطر يغير مكانه علشان جزء السبلينيك هايلر ليمفادينكتومي، لان الوقفه من وهو واقف شمال مش هيشتغل في الحته الشمال تحت دي وهو قاعد شمال، فهتبقى حاجه فيري اوكورد، فبيغير مكانه علشان يبقى في الاكسس بتاع الشغل. دي الليفر ريتراكتورز الافيلبل، ومش ممكن تشتغل جاستريك سيرجري من غير ليفر ريتراكتور. فده السنيك ريتراكتور، ده اللي بيتحط من رايت سب كوستال بورت، وده النيسيثن ريتراكتور بيتحط من عند الزيفي سترنال انجل وبيرفع اللفت لوب اوف ذا ليفر. في بقى طرق تانية يعني قصص معقدة جدا بقى، ايه ازاي تحط مش عارف تو رابر تيبس وتعلق ايه وتخش ايه وتاخد غرز ايه عشان ما تحطش ليفر ريتراكتور، فيعني بس بتذكر لكي تذكر، لكن الاسهل كثيرا طبعا انك تستخدم سلف ريتيننج ريتراكتور، هو مع نفسه بيتحط تيبل ماونتد وخلاص. For the sake of standardization يعني، ودي عملية محتاجة تبقى standardized جدا لأن عملية فيها progression قوي للعملية. معلش في كلام خرج برنا بتاع عشان لما قلبنا من ماك لويندوز. أول خطوة في أي gastric surgery should be an exploration for the assessment of operability and resectability. يعني by nature and by يعني هو طبيعة الديزيز كده. في حالات كتيرة جدا بتبقى too advanced for any يعني meaningful surgery. ف do not embark on steps لا يمكن التراجع عنها قبل ما تأسس properly الoperability وresectability. أول خطوة في العملية هي الأومنتكتوم. بعد ما بنعمل الأومنتكتوم بنخش اللاسر ساك، بيبقى قدامنا origin of the right gastroepiploic and left gastroepiploic بالlymph node stations بتاعتهم، وغالبا دول أول حاجة بتبقى controlled. لو انت ماشي من الشمال لليمين بعد ما بتاخد ستيشن 6 او الانفرا بايرولك ليمف نودز ورايت جاسترو ايبيبلويك، بيبقى قدامك الديودينم دايركتلي تقدر تقطعه دايركتلي، وده يديك اكسس ان انت لما الاسيستنت بتاعك يمسك الديودينم ويرفعه بيفتح لك السبيس اللي انت هتخش بيه تكمل على الليمفادينكتومي بتاع الهايلم اوف ذا ليفر والكومن هيباتيك والسيلياك والسبلينك. ممكن تقطع الديودينم early on. في ناس ما بتعملش كده، في ناس بتخلص الليمفادينكتومي كله بتسيب الديودينم زي ما هو، وبعدين في الاخر خالص بعد ما تخلص بتقطع الديودينم. ف you can do this or that. It's a matter of preference يعني. بعد ما نقطع الديودينم او بعد ما بتخلص الانفرابايلوريك، لو انت مش ناوي تقطع الديودينم الانفرا بايلوريك اريا وستيشن 6، بنطلع بنعمل السوبرا بانكرياتيك بورشن اوف ذا ليمفادينكتومي على الهايلم اوف ذا ليفر كومن هيباتيك سيلياك وسبلينيك وليفت جاستريك، ونكنترول الليفت جاستريك وارتري وفين ونقطعهم. بعد ما بنقطعهم بننزل على السبلينيك فيسلز ونعمل الليمفادينكتومي، وبعد ما نخلص كل الريتروبيريتونيال الليمفادينكتومي ده بنيجي نقطع اللاسر اومنتم يبقى انكوربوريتد مع السبيسيمن لحد ما نوصل للجاستروسفاجيال جانكشن والهياتس، وبعدين بندسكت الاراوند ذا هياتس ونجيب ستيشن 1
وكل ما هو رايت سايد. لو احنا هنعمل سبتوتر يبقى مش هتيجي في الجزء الشمال بتاع الجريتر كيرفتشر عند السبلين الشورت جاستريكس دي, هتسيبها زي ما هي. و يو هاف تو بريبير اللسر كيرفتشر فور ترانسكشن. ودي حاجه مهمه, يعني دي حاجه مهمه ومش حاجه سهله, ان احنا وي هاف تو بيل اول ذا لينفادينكتومي سبيسيمن. اللينفادينكتومي سبيسيمن عشان تتصوروها, بعد ما قطعنا الديودينم واخدنا كل الليمف نودز دي, احنا كل الليمف نودز مرميه على اللاسر كيرفتشر كلها, كل الليمفادينكتومي بتاع الهايلم اوف ذا ليفر كومن هيباتيك وسيلياك ترانك وسبين كله طلعناه على اللاسر كيرفتشر اوف ذا ستومك. فلما بنيجي من عند الجاستروسوفاجيال جانكشن وي هاف تو بيل اول ذيز ليمف نودز داونوردز لحد الليفل اللي انت هتقطع فيه الستومك اكروس, بحيث ان البالك اوف ذا ليمف نودز تبقى في السبيسيمن تحت ونقطع فوقيها. فده دي حاجه مهمه. اذا هنعمل توتال ان دبلت, احنا هنعمل توتال جاستريكتومي, يبقى هتكمل تقطع كل الشورت جاستريك فيسلز وهتعمل الجزء الشمال اللي احنا ما عملناهوش لحد ما توصل للهياتس, وهتكسبوز الاسوفجس بقى سيركمفرنشالي من كل الجهات. نقطة الاسسمنت اوف اوبرابيليتي اند ريسكتابيليتي دي حاجة يعني مهمة جدا في الستومك زي وي هاف منشن. لو انت عندك ديستال جاستريك تيومر يو هاف تو ميك شور ان الديودينم, فين الديودينال مارجن بتاعك از فري, يعني لو التيومر از جوينج انتو ذا ديودينم, ف يعني المارجن بتاعك قد يكون ان انت لازم تعمل ويبل كمان مع العمليه, لان انت هتنزل تاخد الديودينم بيوند الامبولا او فاتر مثلا, فيبقى القصه اختلفت تماما. البروكسيمال مارجن مهم عشان تعرف الانفولفمنت اوف ذا اسوفاجس قد ايه, واذا كنت انت محتاج تطلع فوق في التشست ولا مش محتاج. وفي حاجه مهمه جدا 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 في الكانسر ستومك, ان دايما دائما ابدا البوستيرير بارت اوف ذا ستومك اسوأ من الانتيرير بارت اوف ذا ستومك دائما ابدا. فالمشكله انك تخش تلاقي الانتيريور بارت لطيف وحلو وظريف وبتاع, وبعدين ايه نفسك تتفتح فتبتدي تعمل حاجات, وبعدين لما تقلب الاستومك تلاقي كوارث. ف القاعده ان the back of the stomach is always always worse than its front. فما تاخدش قرارات قبل ما تفتح اللاسر ساك وتخش تبص على الستومك من ورا, تشوف الستومك من ورا اخبارها ايه. ف دي كلها مشاهد تحدث في حتى كولونيك انفيجن, مشاهد بنفاجأ بيها في العمليات وقد تغير قراراتك الجراحية أو تخليك تأبورت أصلا. بانكرياتيك انفيجن برضو بوستيرير, كله بوستيرير, البوستيرير كارثي في الكانسر ستومك. فيو هاف تو حتى اللفت لوب اوف ذا ليفر ما بيسلمش يعني في بعض الأحيان. فيو ريلي هاف تو لوك very well for all these things قبل ما تمبارك على الريسكشن itself. الخطوات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها دي في in real anatomy, يعني اول حاجه الاومنتكتومي. الاومنتكتومي is an integral part من اي radical procedure على الستومك. وال
الاومنتكتومي مش بالضروره ان هو لازم يبقى يعني تبقى ماشي تكحت في الكولون. يعني الاومنتكتومي المطلوب هو around 3 سنتيمترز بيوند الاركيد. ده الليمف نود هاربرنج اومنتوم. فمش بالضروره ان يو ديتاتش كومبليتلي 100%، بس لازم اتليست تاخد لك 3 4 سنتيمترز بيوند الاركيد. دي حاجه مهمه. وانس ان احنا فتحنا الاومنتوم بنبتدي نشوف الريترو جاستريك اسسمنت اللي بيحصل، وبعدين بنكسبوز اللفت جاسترو ابيبلويك ادي السبلينو، فبنكسبوز اللفت جاسترو ابيبلويك ونعمل له كنترول، وبعد كده نتحرك الى الرايت جاسترو ابيبلويك والانفرا بايلوريك اريا. دي ستيشن 6، دي ستيشن 4، وده الجزء بتاع ده ماشي تمام. فده الرايت جاسترو ابيبلويد. وانس ان احنا وي كنترولد الرايت جاسترو ابيبلويد فين، دائما الفين الاول وبعدين الارتري في الكنترول. وانس ان انت كنترول الارتري بقيت على الوول اوف ذا ديودينم على طول. اذا قطعنا الديودينم هنقدر الاسيستنت يمسك الديودينال ستامب ويريتراكت لفوق، فيفتح لك المجال الى ان احنا نخش على الهايلر اريا. هيباتيك والكومن هيباتيك بنعمل الليمفادينكتومي بتاعتهم، وبعدين نمشي لقدام لحد ما نكنترول اللفت جاستريك والارتري وفين، وبعدها بنبتدي ناخد اللسر اومنتم وندايسكت الليمف نودز من على اللاسر كيرفتشر في اتجاه الترانسكشن لاين اللي احنا هنقصه، وده الرايت سايد اوف ذا اسوفاجس، دي الكراس ودي الليمف نودز اهي، دي الستيشن 1 نودز اللي احنا لازم ناخدها. في النهايه بتاعت الليمفادينكتومي بتاعتنا لازم يبقى المنظر عامل زي كده، ان السيلياك ترانك بال الترايفوركيشن بتاعها فولي اكسبوزد، سبلينيك ارتري لحد اخره اكسبوزد، الليمف نودز اللي كانت على الاسوفاجس كلها اتقشرت، وده بعد الترانسكشن بتاع الستومك، وده الجزء الباوتش اللي متساوي. يعني ستريت فورورد ما فيهاش كلام كتير. يعني عامل سب توتال، هتعمل جاستو جنوستومي عاديه خالص ما فيهاش اي قوالب. لو هتعمل توتال الخطوات اللي هتزيد في العمليه ان انت هتاخد الشورت جاستكس وهتعمل ليفت سايد اوف ذا اسوفاجس لحد الترانسكشن لاين برضو بتاع الاسوفاجس اللي انت هتعمله تو انكوربوريت ستيشن 2 نودز والهايلر نودز ستيشن 10، وبعد كده بنقطع الاسوفاجس. اكتر حاجات بقى، اكتر حاجه يعني صعبه في القصه هو الريكونستراكشن افتر توتال جاستريكتومي. الريكونستراكشن افتر توتال جاستريكتومي ممكن تعمله بثلاث طرق، لما باستخدام لينير ستيبلرز، لما باستخدام سيركولر ستيبلرز، لما هانسون. طبعا الهانسون يتطلب ان يبقى فيه قدرات تكنيكال، يعني لاباروسكوبيك، ان انت تقدر
تأنستموز الجوجنم تو ذا سوفيكس. You can do it as a loop. تعمل تطلع الجوجنم as a loop تأنستموز وبعد كده تترانسكت الليمب وتعمل الجوجن والجوجنوستومي. ده option. والاوبشن الاخر هو ده الستبس بتاعت السوتشرينج بتاع الاسوفاجو جوجنوستومي. طبعا الاسوفاجس بيبقى ستيبلد غالبا, فانت بتاخد الستيبل اند في الجوجنم في السيروزال لير وبعد كده تفتح اسوفاجوتومي في فوق الستيبلر لاين وجوجنوستومي وبعدين تعمل بوستيرير لاير تاني وتقلبها انتيرير لاير في الهانسو. الاوبشن الاخر هو ان انت تقطع الجوجنم الاول وتطلع باللمب للاسوفاجس وتعمل الانستوموزس وبعد كده تعمل الاسوفاجو جوجنوستومي. يعني ده كلها بريفرنسز وممكن تبقى بتعمل كده مرة كده مرة حسب ظروف الحالة, حسب التنشن اللي موجود على الميزنتري, عين تخين عين رفيع حاجة زي. بس طبعا عدد الناس اللي بتعمل الهانسون اسوفاجو جوجنوستومي قليل يعني, وفي العالم الاخر غالبا بيعملوها روبوتك. اكتر حاجة مستخدمة هي ال reconstruction with linear stapling. والreconstruction with linear stapling بتعمل بطريقتين, حاجة اسمها overlap technique أو functional end-to-end technique. ايه القصة دي؟ functional end-to-end, انت لما قطعنا الجوجنم عشان نطلع اللوب بيبقى فيه stapled line, فلو نيمنا الستيبل لاين جنب الستيبل لاين بتاع الاسوفاجس وفتحنا الجوجنوستومي والاسوفاجوستومي عند الستيبل لاين ودخلنا الدباسة ودبسنا وبعدين قفلنا الفتحة, بقى دي functional end to end. functional end to end او البديل ان انت تطلع الستيبلر لاين بتاع الاسوفاجس فوق بتاع جوجنم فوق والستيبلر لاين بتاع الاسوفاجس تحت, فده اسمه الاوفرلاب. يعني نعمل الاوبننج بتاع الجوجنوستومي 7 8 سنتي بعيد عن الستيبلر لاين بتاع الترانسكشن وصاد الستيبلر لاين بتاع الاسوفاجس وناخدهم بالدباسه, فده اسمه الاوفرلاب تكنيك. This is a technique and that is a technique برضو is dependent على الظروف يعني. فده نفس القصة, ده ال staple end اي دي اللي طالعة overlap staple end هناك وده الاسوفاجس end وبنعمل side to side anastomosis وده اللي بنعمله في العملية actually. ده diagram والفتحه بقى المانجمنت بتاع الفتحه دي فيها عده اشياء. يو كان سو ات, وهو اللي باين هنا بيعملوا حاجه اسمها دبل ستيتش تكنيك. تبتدي في انجل وانجل وتاخد الانجل دي للانجل دي وبعدين تو اوفر سو من الانجل الثانيه للاولانيه لحد ما يتدفن تماما الستيبلر لاين كله يبقى دخل جوه الفتحة وينتهي الى هذا المنظر. البديل الاخر ان احنا نعملها ستيبلد, وهو دي يعني المور كومن ان احنا نستيبل الاند. ده الاوفرلاب الستيبلر لاين بتاع الجوجنم فوق والستيبلر لاين بتاع الاسوفاجس تحت وده الاوفرلاب وبيتقفل. ده
ده الستيبلينج بتاع الاسوفاجس والستيبلينج بتاع الجوجنم، ثم يفتح اوبننج في الاسوفاجس ويفتح اوبننج في الجوجنم ويحط الستيبل لاين ما بين التو اوبننجز وفي الاخر يقفل نفس الكلام. قصة فصل الاسوفاجس خالص دي قصة برضو محتاجة كلام. الاسوفاجس is a retractile muscular tube. ولو انت يعني قطع فوق شوية كنت محتاج مارجن 2-3 سنتي في الاسوفاجس. الاسوفاجس بيريتراكت جوه في الميدياستاين. وتنزيله قد يكون مش اسهل حاجه. فالناس اللي بترانسكت الاسوفاجس خالص عاده يا اما بتاخد فيه تو ستاي سوتشرز عشان تعرف تشد عليهم وتنزله، او بيثبتوه في الكروره او هايتس. والطريقه الاخرى هو ان انا ما بفصلوش اصلا من الاستومك، فانا بستخدم الستومك. احنا بنبقى حاطين نايلون تيب على الجاستروسوفاجيال جانكشن في وسط العمليه، لان ده اللي بنستخدمه في الريتراكشن. فاحنا بنسيبه وبنريتراكت عليه، نبقى جايبين الاسوفاجس لتحت وبنقطع نص الاسوفاجس وهو لسه ماسك في الستومك، وبعدين نعمل الانستوموزس، وبعدين نستيبل الفتحه ببقيه الاسوفاجس ونفصل خالص. هنشوفها في الفيديو يعني بلينير ستيبل. واعتقد ان دي اسهل من ناحيه قصه التنشن، وان هو الاسوفكس يجري فوق بقى وتقعد انت تجري وراه والجوجنم ما يطولش وحاجات زي كده. ده التكنيك اللي انا بوصفه، ان الاستومك لسه زي ما هي ما تفصلش، احنا فتحنا بس انتروتوميز وعملنا الانستوموزس، وبعد كده لما بتيجي تفصل بتفصل بتقفل الاند وتفصل الاستومك وتنتهي الى هذا المنظر في النهايه. نفس الكلام. وفي اوبشن بقى الريكونستراكشن بسيركولر ستيبل. الريكونستراكشن بسيركولر ستيبلز في ثلاث طرق لتدخيل الانفل في الاسوفاجس. يعني المشكله ازاي تدخل الانفل في الاسوفاجس. اول طريقه اللي هي اقلهم استعمالا عندنا احنا، لان القصه از اكستريملي اكسبنسيف، هي الاورفل. استخدام الاورفل. الاورفل ده هو سيركولر ستيبلر عادي خالص. هو له قصه لطيفه يعني احب احكيها علشان تعرفوا الشركات بتفكر ازاي. كوفيديان او ميترونيك يعني دلوقتي السيركولار ستيبلر بتاعها في ميكانيزم انه بيتلت بعد الفايرنج، يعني بعد ما بتضرب الدباسه وتيجي بتفتحها شويه، كل ما بتفتحها بعد الفايرنج بتلاقي الهيد بالتلت 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 لحد ما تبقى بجنبها كده زي الصوره كده، بتبقى جنبها، ما بيبقاش راسه كده والعمود كده، لا بتبقى نامت. فلما بيطلع بدايمتر اقل مما لو جريته زي ما هو دايره كده، هو بيطلع بأوبليك فبيبقى الدايمتر بتاعه اقل. الميكانيزم ده في سوسته هي اللي بتعمله. فميشيل جانييه بتاع البارياتريك المشهور، يعني ميشيل جانييه اللي هو عمل الديودينال سويتش والسليف. فميشيل جانييه في الباي باس بتاع البارياتريك عمل ايه؟ كسر السوسته بتاعه الانفل ده، كسر السوسته وخيط الانفل في
ان جي تي تيوب فرايل يعني عشان يسهل على روحه بدل ما مشكله ان الباوتش مشكله الباوتش ان الباوتش مقفول فانت عايز تدخل فيه الانفل من تحت مش عارف تدخله فهو لما كسر السوستة وركبها على نيزو جاستريك تيوب بقت السوستة بقت الهيد تلتد زي ما هي بعد الفايرنج بالظبط فبقت دايمتر اقل فيقدر يدخلها من بق العيان يدخل النيزو جاستريك تيوب لحد ما توصل تحت في الباوتش يخرم الباوتش على النيزو جاستريك تيوب ويقوم ساحب النيزو جاستريك تيوب فالنيزو جاستريك تيوب تجر معاها الانفل تعدي من الانفل من الاسوفجس لحد ما يوصل الباوتش تحت بعد ما تفصلها من النيزو جاستريك تيوب وانت تقدر ايه تزق الهيد فترجع في البوزيشن بتاعها تمام هو كان بيعمل الكلام ده يدوي فالقصه عجبت مين عجبت ميترونيك قالت لك ده احنا ممكن ناكل من وراه عيش فراحوا تعاقدوا معاه وعملوا الاورفل كجهاز بقى ده بيجي هو متركب جاهز تلتد ومتركب في النيزو جاستريك تيوب بتاعه بيطلع جوه الدباسه كده بيطلع باكج بالطريقه دي وعشان الناس تبطل تعمل اللي كانت بتعمله يدوي لان هم عايزين يسوقوا ده فلغوا السوسته اللي انت ممكن تشيلها وتكسرها فخلاص ما بقى وده بس كده عشان يتحط فيه النيزو جاستريك تيوب ده وتدخله من البق بقى دبل ذا برايس يعني السيركلر ستيبلر ده double the price of the regular circular stapler علما ان كل الفرق اللي ما بينهم ان ده فيه نيزوجاستريك تيوب والتاني ما فيهوش فده ازاي الشركات يعني ايه بتتعامل معانا يعني فده قصه الاورفيل فعشان الاورفيل غالي جدا فاستعمله في مصر حاجه صعبه خالص ده المنظر بالظبط كده ايه بيبقى فيه هنا ادي النيزوجاستريك تيوب هنفتح لها ونسحبها لحد ما يطلع لنا الانفل وبتبقى مربوطه فيه بنقص الفتله اللي ما بين النيزوجاستريك تيوب والانفل ونشيله ده النيزوجاستريك تيوب وهي طالعه من البورت الثاني وبعدين نخش بالدباسه في الجوجنم ونطلع البن ونعمل الانستوموزس بهذا المنظر طيب اللي عاوز اللي ما عندوش اورفل وعايز يعمل الاناستوموزس يعمل ايه في تو اوبشنز الاوبشن الاولاني هو ان انت تعمل بير سترينج حوالين الاسوفاجس هانسون وتحط الانفل في الاسوفاجس المفتوح وتربط عليه وكأنك بتعمل يعني كولوريكتال اناستوموزس بلدي يعني تمام والبديل الاخر هو ان انت تستخدم هذا التكنيك في صور احلى من دي هو ده ال في الدباسه السيركولر بيبقى فيه بلاستيكه كده جايه معاها معظم الناس مش عارفه دي لازمتها ايه اساسا فدي لازمتها بنركب البلاستيكة في الانفل البلاستيكة دي التيب بتاعها البوينت التيب ده فيه خرم فبنعدي فيه غرزة ونربطها والغرزة بتفضل بالإبرة بتاعتها زي ما هي كده يعني زي ما انتوا شايفين هنا كده الإبرة لسه ايه موجودة نفتح فتحة في الأسوفيجس ونحط الانفل جوه الأسوفيجس وبعدين بالإبرة نخرج من anterior roll of the esophagus ونطلع بالفتلة فالفتلة ماسكة في بقية الأنفل صح؟ وبعدين تيجي تحت مكان ما الإبرة طالعة تدبس بلينير ستيبلر تقفل الأسوفيجس تاني فلو سحبت الفتلة هتعرف تطلع الأنفل من الأسوفيجس وتقدر تعمل الأناستوموس الابره انا انا الاسوفاجس فتحت الانتيريور وول بتاعته بس تمام وهو معلق لسه في الستوم حطيت الانفل جوه الانفل دخل بالبلاستيكه والفتله طالعه بره
او ماسك الابره وطالع من الانتيريور وول او مساحب الابره لفوق، بقت الابره بقت الفتله طالعه من الانتيريور وول، او مدبس بقى تحت الابره تحت الفتله اللي طالعه دي، او مدبس الاسوفجس ومساحب الفتله هتجر وراها الانفل، افتح لها فتحه واطلعه، يبقى الانفل كله بقى ايه ديليفر، اقدر اعمل اند تو اند انستوموس. وال هو ده بالظبط الايه الميكانيزم. هنا البير سترينجينج ده هانسون، وده اللي بالابره والفتله، وده الاورول، الثلاث طرق بتوع السيركولر ستيبل. تمام. يا شباب المفروض ان ده فيديو. هو اشتغل خلاص. تمام. دي حاله ايه بروكسيمال جاستريكتومي، وممكن نتناقش بقى في القصه دي، بس انا الغرض منها وادي الليمفادينكتومي معمول. وهنا بقى ايه احب ان انا انوه ان ده ابيرنت ليفت هيباتيك طالع من ليفت جاستريك، فاحنا عملنا الليمفادينكتومي وده الليفت جاستريك برانش اللي راح الاستومك مربوط، والليفت هيباتيك بريزيرف. تمام. وادي بقيه الايه السبلينيك، وادي الريتروبيريتونيوم كله دايسكت. دي البروكسيمال، دي الديستال ستومك، احنا هنعمل اسوفاجو جاستروستومي وبروكسيمال جاستريكتومي. فده القصه بتاعت الاناستوموزيس ازاي احنا بنريكونستراكتد. ده التيب اللي احنا النايلون تيب اللي احنا بنشد بيه على الاسوفاجس فنديليفر جود لينث جوه البطن، وبنفتح الاسوفاجس بنقطع نصه كده تقريبا، هو يعني مش مهم لان كل ده في الاخر كله هيتدبس. ولازم تتاكد انك انت دخلت جوه الميكوزا، لان الاسوفاجس طبعا الميكوزا هي الاساس في الاناستوموزس. وادي الجاستروتومي اللي قدامها، وبعدين بندخل ستيبلر. وبقى ده ميزه ايه التيب اللي موجود، لان بنقدر نشد على الاسوفاجس. ادي ايه الفايرنج، وادي كده ايه الاناستوموزس هاز بين كونستراكتد. وبعدين بنخش بدباسه من الناحيه الثانيه عشان الانجل بتاعها، ونقفل الفتحه، وفي نفس الوقت نترانسكت الاسوفاجس من والستومك السبيسيمن، يعني بنترانسكتد من بس. ادي كده ده هنا، و ده بقى ايه بعد توتال اسوفاجو جوجنوستومي. بعد توتال الترانسكشن بتاع الجوجنم نفسه، بفتح فتحه في الميزنتري عشان ادخل فيها الدباسه، بفصل الجوجنم، وبعدين بطول الميزنتريك كات عشان التنشن والريتش، وده نفس القصه. ده بقى الفانكشنال اند تو اند، ده فانكشنال اند تو اند، لان انا لفيت الجوجنم وبقى الستيبلر لاين جنب الستيبلر لاين. بنفتح الاسوفاجس
من ضمن التريكس اللي يعني ساعات بنعملها ان احنا نخلي بتوع التخدير يعدوا لنا رايل ونطلعه من الاسوفجس علشان هو يجايد البليد بتاع الدباسه وانا داخل علشان ما اعملش فولس باسج ما بين المسل وما بين الميكوزا، بخش على الرايل وبعد كده هو يسحبها يطلعها بره ونيجوشيت التو ادز جوه الدباسه، وبرده لان في تيب وبنقدر نشد على الستومك. وادي الانسوس اتعمل. ميزه الفانكشن اند تو اند بقى الدنيا براح تحت في الحته اللي احنا هنترانسكت فيها دي، انت ممكن تستغنى عن الجزء ده من الجوجنم اصلا. انا هنا بثبت بس الايه الانستوموزس في الكروس علشان ما يبقاش اندر تنشن قبل ما اقطع بقيه ال. وادي بقى ايه الترانسكشن، بشيل طرف الجوجنم الزياده وبقفل الفتحه وافصل الاستومك كله لاين واحد. بليدنج فبنحط عليه كليب. احنا دخلنا الدباسه من الناحيه دي لقيناها اللاين بتاعها مش كويس فطلعناها ودخلناها من لاين تاني، وبكده يبقى السيباريشن حصل كومبليتلي. وده الفانكشنال اند تو اند اسوفاجو جوجنوس. وبعدين نعمل الجوجن والجوجنوستومي. والجوجن والجوجنوستومي دي بقى بتتقفل ايه هانسول. تمام. عايزين نخرج من البتاع ده. فين الهارد بتاعي؟ واحنا معانا وقت لسه، معانا وقت ال 45 دقيقة بتوعي خلصوا؟ ها؟ معانا وقت يعني؟ طب تمام. فين الهارد بتاعي؟ الهارد بتاعي فين؟ هو ده؟ اه تمام. اهلا 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 باشا. تمام. ممكن اطفي النور تاني بقى؟ اوكي. ده النيثسن ريتراكتور اللي احنا بنشتغل بيه عشان ناخد الليفت اوفر ديليفر. احنا هنا كده دي حالة جاستريكتوم. احنا بنتكلم على الجاستريكتوم دي سبتوتال بس دي حالة كاملة يعني. ف عشان الليمفادينكتومي اساسا يعني احنا شفنا الانستوموزس خلاص. فعلى قصه الايه
زي ما قلنا ايه اول خطوه الاومنتكتومي. ثلاثة سنتي من الأركيد ده المينيمم يعني. بس هنا احنا شايلينه كله تقريبا. نقطه شويه ده ايه اللاسر ساك. دخلنا في اللاسر ساك ودايما انا لما بخش اول ما بخش اللاسر ساك بقوم ماسك البوستيريور وول اوف ذا ستومك وقلبه علشان ده بيعمل لي ريتراكشن لوحده ويساعدني في بقيه الاومنتكتوم يعني. لا ده موضوع تاني. ده الاكسبلوريشن ده اساسي. هنا بقى احنا ايه داخلين على يعني خلصنا الاومنتكتوم وداخلين بقى على الانفرا بايلوريك اريا والرايت جاسترو ايبلويك والحته دي. ودي دي انا بحاسبها عشان دي حته من الحتت المهمه. دي كلها نودز في الاريا بتاعت ال رايت جاسترو ايبلويك. هنا لسه احنا بنعمل بنفتح الاومنتم بقيه الاومنتم الاتاتشمنت مع الكولون عشان ايه نديتاتش كل الاومنتم ونقلبه نوديه ناحيه الديودينم يعني. ده كل ده كولون. فالبلين هو ما بين هنا وهنا. ادي رايت جاسترو ايبلويك فين اهو بان هو والميدل كوليك فين رايحين يعملوا جاسترو كوليك ترانك اوف هنلي. ده السبيس اللي ما بين الديودينم والكولون فده مهم. ادي الديودينم اهو كده. وشوف هنا دي نودة مثلا في الاومنت. head of the pancreas هنا ابتدت بانت خالص. كده احنا ايه فصلنا الكولون خالص وادي الديودينم. كل ده ما لسه ما جيناش ناحيه الفيسلز ولا الليمفاتيك. احنا بنعد العده بس ايه عشان اكسبوز المنطقه كلها. ادي الهيد كلها بتاعه البنكرياس اكسبوز وادي جاستو كوليك ترانك. و
ولازم ناخد بقى كل النودز اللي في الاريا دي نمسح كده على البنكرياس. وادي السوبر ميزنتريك بين هنا حتة بنكرياس سقطة تحت. ده الكنترول بتاع الرايت جاسوي ديبلويك فين. الارتري اهو ابتدى يبان، دايما الفين الاول وبعدين الارتري. وده برانش طالع من ال رايت جاستريك بيبلوك او من الجاسترو ديودين نازل للبنكرياس. ف ده الجاسترو ديودين اللي هيبقى هنا، احنا بنعمل اكسبوجر للجاسترو ديودين نفسه اهو. ده برانش نازل البنكرياس ملوش دعوة، لكن البرانش المعني اللي معانا هو ده. وده مهم لان انت مش اول ما تشوف فيسل تقوم رابطه يعني، ف ادي نفسك فرصة بس خلي دع الاناتومي يفصح عن نفسه. من لغلوغه هو بياخد الكيرف وطالع للستومك فوق. ده بقى انت كده خلاص عملت الاي ستيشن 6 و عندك اوبشن ان انت لو عايز تقطع الديودينم دلوقتي تبتدي تتجه الى قطع الديودينم، او لو عاوز انت تخلص كل الليمفادينكتومي الاول تروح للسوبرا بايلوريك السوبرا بانكرياتيك بورشن وتشتغل عليها قبل ما تقطع. دي اوبشنال
انا بلاقي ان قطع الديودينم بيسهل كتير جدا السوبرا بانكرياتيك بورشن، لان بتقدر يبقى عندك دايما كاونتر تراكشن على الليمفادينكتومي اريا بان انت بتشد على الديودينم الديودينال ستامب. يعني برانش طالع من واحد جاي واحد زياده يعني. فادي الجاسترو ديودن اهو. وهنا على الديودن الوول ادي المنظر بقى بعد الديسك، ده السوبر ميزنتريك فين وده الانفراكوالوريك اريا وما بقاش في اي تيشوز خالص. فاهم بنكمل بقى ايه الجاسترو ديودينال هياخدك للكومن هيباتيك و الاريا السوبرا بانكريات. غالبا هنقطعه، انا مش فاكر بصراحه بس غالبا هنقطعه يعني. ساعات انا لما بلاقي السبيس مفتوح والدنيا كويسه بكمل بكسب ارض يعني بدل ما اغير الموضوع. بس هو انا ده نفسه الابروتش ده نفسه هيخليني افتح فوق فاقدر اعدي فوق الديودينم فاقدر اقطعه. غالبا هو ده اللي انا بعمله دلوقتي، ان انا بفتح الويندو فوق الديودينم علشان اقطعه. بنشيل معانا كل اللاسر اومنتم اومنتكتومي للاسر اومنتم زي ما بنعمل اومنتكتومي للجريتر اومنتم. عدينا عادة بعدي فتلة عشان اعمل عليها تراكشن وكنترول الستامب وانا بقطعه وكده بشدد وشايف واقدر ابقى شايف الخرم كويس عشان ما اغلبش بالدباسة. ايمن هنا انا بس محتاج حد يبقى ماسك الوقت يعني يقول لي ايه اللي بيحصل عشان ما تمام زي الفل. اهم حاجه ان انت ما تبقاش واخد الكومن هيباتيك معاك. تمام جاي ترانسكشن وادي بقى الجاسترو ديودينال اهو. المنظر ده صعب جدا تشوفه لو ما فيش الشده اللي على الديودينم. فكون ان احنا شادين الديودينم لفوق هو اللي عامل التنشن على التيشوز ده ففاتح الدنيا شويه بيسهل الشغل.
لما نيجي نشتغل على الهايلاند it is much easier ان احنا نقطع ديودن من بدري عما نعمل الليمفادينكتومي وبعدين نقطع. وبيبقى في سيكونس كده للعمليه انك ماشي من اللفت للرايت تعمل اومنتكتومي تعمل الرايت جاسترو ايبيبلويك ارتري بين تقطع الديودنم بعدين تطلع الهايلم اوف ذا ليفر وبعدين سيلياك ترانك بعدين سبلينك. يبقى انت كده ماشي في اتجاه واحد يعني الفلو بتاع العمليه ماشي في اتجاه واحد بيبقى حاجه اسهل يعني. شوف الشد طول الوقت الشد ده هو اللي فاتح البلين كله. هنا بندور على الرايت جاستريك عشان نكنترولو. برضو عشان ايه تبقوا معايا في القصه يعني انت احنا لما قطعنا الديودينم وبعدين مشينا على الرايت سايد اوف ذا هايلم اوف ذا ليفر فتحنا البريتون فاحنا فتحنا الدنيا زي الكتاب كده. فانت بقى اللي انت بتعمله ان انت بترحل الليمف نود سبيسيمن كله ناحيه الستومك واواي فروم الهايلر ستراكشرز من الفتحه اللي انت فتحتها في الرايت سايد في اتجاه الاستومك. فانت بتفصل الهايلر ستراكشر جراديولي الارتري ده البروبر هيباتيك ده الكومن هيباتيك اهو هنا اهو وده الجاسترو ديودينال اللي نازل لتحت وده البروبر هيباتيك. احنا بقى هنخش نجيب البورتال فين والليمف نودز بتاعت البورتال اهو البورتال تحت اهو لما بيبقى في اي اومنتم او اي حاجه لازقه في الليفر او السبلين انا بقلق منهم جدا لانهم التراكشن عليهم ممكن. شوفوا هنا مثلا ده برانش رايح الكوديت لوب دايركتلي من البورتال للكوديت لوب دايركتلي. فانت لازم تبقى طول الوقت عارف انت فين وشايف الدنيا ماشيه ازاي. فلو انت هتكمل هنا
وهتعور ده هنخش في مشكله كبيره جدا، لان ده اتس ا فيري بيج برانش وداخل الكودات دايركتلي.